تمام، النهاردة إن شاء الله هنكمل على المحاضرة اللي فاتت. فنكتب كده عنوان جديد لكت شرح. ليكتشر نمبر 2 في الجزء اللي هو بتاع السيمي كوندكتور اوبتو الكترونكس. المحاضرة اللي فاتت مجرد كده ريفيجن سريع. احنا في المحاضرة اللي فاتت قلنا ان انا عندي السيمي كوندكتورز، بيبقى فيه عدة انواع من البارتكلز، يعني الكاريرز، التشارج كاريرز اللي بتمثلها الالكترونز والهولز، وعندي الفوتونز، وعندي فونونز. لكل نوع من انواع البارتكلز دي محتاج ان انا اعرف توزيعهم على الانرجي ليفل والمومنتم. فاحنا عايزين we need to know the distribution of these particle، يعني distribution in energy and momentum. ليه عايز اعرف ال distribution دوت؟ لان ال interaction اللي بيتم ما بينهم اللي احنا سميناه ال scattering او ال transitions او ال collisions او whatever، الانتراكشن دوت هيأثر على الانرجي والمومنتم بتاعتهم. احنا قلنا الانتراكشن اللي احنا بنعتبره نوع من انواع الكوليجن اللي بيحدث فيه conservation of energy conservation of momentum. فكان أول حاجة إحنا عملناها إن إحنا هنمسك الأول التشارج كاريرز الإلكترونز والهولز دي، ونشوف لها الإنرجي بتاعتها ونشوف لها المومنتم بتاعها. وبعد كده نفس الشيء هنعمله بالنسبة للفوتونز والفونونز إن شاء الله، بس طبعا التركيز بتاعنا هيبقى على الإلكترونز والهولز. الانرجي والمومنتم بتاعت الالكترونز هنعرفهم ازاي؟ ده كان من خلال 3 مودلز، الاي اند كي او الكترونز اند هولز. ده كان من خلال 3 مودلز اتكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت، اللي هو الفري الكترون موديل، وده ابسط موديل موجود وبيبقى فاليد في حالة الميتالز أكتر منها من حالة السيمي كوندكتورز، والنيرلي فري إلكترون موديل، والتايت بايندينج موديل، اللي هو بيمثل لي إكزاكت سوليوشن. ده كده يعتبر إكزاكت، ده approximate within the perturbation limit، بمعنى ان انا باخد الحل اللي هو بتاع الفري الكترون موديل اللي هو ابسط حل وبعمل عليه perturbation، باخد دوت بلس perturbation فيقوم يديني يعني دوت كده. لو زودنا عليه perturbation، عملنا perturbation على free electron model، هيدينا على طول near free electron ايه model.
طيب وصلنا في الآخر لأن إحنا عندنا الـ E كده جرام. الحقيقة بالنسبة للفري إلكترون موديل ما بيشوفش الإنرجي جابس، ما بيوريلكش الإنرجي جابس، ولازم أقول فاليد في الكوندكتور، لأن في الكوندكتورز الكوندكشن باند والفالنس باند داخلين على بعض، مفيش إنرجي جاب موجودة. كل البالانس إلكترونز الحقيقة بيسايبين الأتومز بتاعتها وبتاعتهم يعني أتوم تمبريتشر ومتنقلين للكوندكشن باند. طيب اما بدايه بقى من النيرلي فري الكترون موديل والتايت بايندنج موديل، فاحنا بنبتدي ان احنا نشوف الانرجي جابس. والحقيقه الاثنين بيشتركوا ان هما وزين الفيرست بريلوين زونز، بيدولنا نفس الباند او الاي كي دايجرام بتاع الفيرست بريلوين زون اللي هي بتوين باي على ايه وناقص باي على ايه. هبص الاقي الباندز المختلفة موجودة بما فيها باند والبالانس باند وهكذا، وبقية اللور باندز دي كلها موجودة بالشكل ده، وبيظهر عندي انرجي جابس اللي هي ما فيهاش اي ستيتس للالكترونز، ما فيش اي ستيتس، دي forbidding gaps هنا و forbidding gaps هنا. لو خدت دوت ان هو ده conduction band بتاعي واللي تحتيه ال valence band، فإذا النقطة دي بتمثل لنا ال conduction band edge EC، والنقطة دي بتمثل لنا ال valence band edge EV. البارابوليك ابروكسيميشن ان انا ابص للمينيمم بتاع الباند بتاع الكوندكشن باند والماكسيمم بتاع الفالنس باند، وابروكسيميت دوت بالبارابوليك ريليشن المعروفه لا اي بتساوي اي سي بلس اتش بار تربيع كي تربيع على توايس ام، والام هنا الافكتيف ماس بتاعت الالكترونز. وبالنسبه للفالنس باند هقول ان الاي بتساوي اي في ماينس اتش بار تربيع كي تربيع على توايس الافكتيف ماس بتاعت الهولز. في جميع الاحوال الاي اللي انا راسمها هنا دي الانرجي بتاعت الايه الالكترونز، الانرجي بتاعت الالكترونز بتزيد لفوق، والانرجي بتاعت الهولز بتزيد لتحت. تمام. طيب فده اللي احنا كنا وصلنا له في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة انا انتقل من الكلام ده بقى، كان في سؤال كان سأل في اخر المحاضرة، كان الصوت مش واضح، فكان السؤال ازاي ان انا بفترض ان انا عندي الـ E continuous والـ K continuous، وبعدين وبالرغم من ذلك بيطلع لي الـ discrete values of K. والحتة دي احنا قلناها برضك، والحقيقة انا محتاج ان انا برضك اعيدها مرة اخرى لأهميتها، ان الكي اللي انتوا شايفينها ديت ما تبقاش كونتينيوس، الكي بتبقى ديسكريتايزد، بس بتبقى المسافات ما بين الالاود فاليوز بتاعت الكي الديسكريت فاليوز دي مسافات صغيره جدا، بحيث ان احنا بالفعل نقدر نعتبر ان الكي دي تقريبا كونتينيوس، بس نكون عارفين انها مش كونتينيوس اكزاكتلي يعني. والمسافة ما بين لو احنا كبرنا عملنا زومينج على الكي اكسس بالشكل دوت، هنبص نلاقي عندي هنا ستيت وعندي هنا ستيت تانية وعندي هنا ستيت، المسافة ما بين تو سكسسيف ستيتس اللي هي 2 باي على كابيتال ال، قلنا كابيتال ال دي عبارة عن اي انتجر ام مضروب في اللاتس كونستانت اي. تمام. الكريستال اللي انا واخدها وبستنتج عليها الاي كي دايجرام دوت ديت 1 دايمنشنال، كل الكلام ده يعني عملناه بالنسبه ل 1 دايمنشنال كريستال. فكان السؤال بتاع يعني كان بتاع احد الطلاب يعني ان زي ما اقول الكي احنا فرضنا في المعادله اصلا كونتينيوس، طبعا اي ديفرنشال ايكويشنز لازم البارامترز بتاعتها كلها ديفرنشال فلازم تبقى كونتينيوس، فالشرودنجر ايكويشن از ديفرنشال ايكويشن
والبارامترز اللي انت مدخلها في المعادله بتاعتك كونتينيوس مش ديسكريت، بس الباوندري كونديشنز هي اللي بتؤدي للديسكريتنس الموجوده. واحب برضك ان انا دايما زي ما كنت وانا في كورس التموجات كنت بعمل لكم انالوجي بالكوانتم ويلز ما بين الويف جايدز والكوانتم ويلز، احب برضك ان انا اقول في انالوجي هنا ما بين الكريستال وبين الحاله بتاعت الالكتروماجنتيك ويفز. برضه الالكتروماجنتيك ويفز الباوندري كونديشنز دايما هي اللي بتدي لك الايه الديسكريتايزيشن، بتقول لك مش اي بروباجيشن كونستانت ممكن يمشي جوه الميديم ده او جوه الويف جايد ده. فزي ما عندك برضك الحاله بتاعت البريودك بوتنشال، يعني لو عندك بوتنشال بيتغير بالمنظر ده بريودك زي في حاله كرونيك بيني موديل او تايت بايندينج موديل بهذا الشكل مع الاكس ده كده يو اوف اكس، فده في انالوجي ما بينه وبين الحاله بتاعت الويف جايدز، ان انت يبقى عندك ويف جايدز والريفراكتيف اندكس بتاعها بيتغير بهذا الشكل. وهكذا. فالويف جايدز دي برضك ليها مودز، ده كده ريفراكتيف اندكس بروفايل الويف جايدز، ده كده يبقى اري اوف ويف جايدز، يعني عندك كذا ويف جايد، ده الواحد دي كده ويف جايد وجنبيه ويف جايد تاني وجنبيه ويف جايد تالت وهكذا، دي الكورز بتاعتهم اللي هي فيها ان واحد ودي ان اتنين وهكذا ان واحد بريودك، وعندك اري اوف ويف جايدز ده الاولاني ده التاني ده التالت الى اخره كلهم جنب بعض. فاللي بيحصل زي ما انت هنا بيبقى عندك اري اوف اتومز، الاتومز بتاعتك موجودة، في عندك اتوم هنا مثلا وفي عندك اتوم في المنطقة ديت، والاتوم الحية موجودة، الاتومز موجودة هتبقى موجودة هنا صمغر هنا هنا وهكذا. فالاتومز دي البريود البوتنشال انرجي بتاعتك مش هي البوتنشال انرجي بتاعت سنجل اتوم، لكن هي بتاعت التوتال اتومز. هنا برضك ريفراكتيف اندكس بتاعك بروفايل مش هو بتاع سنجل ويف جايد لكن بتاع كل الايه الويف جايد. فزي ما في الالكتروماجنتيك ويفز بيبقى عندي ديسبيرشن ريليشن هي البيتا اوميجا ريليشن، فهنا في الحاله بتاعت الكريستالز بقى بيبقى عندي الاي كي ريليشن اللي هي بالظبط equivalent للديسبيرشن ريليشن في حاله الايه التموجات. فالكي هنا بالظبط هي زي البيتا تماما، يعني في اكزاكت انا الكي دي بتقابل البيتا هنا. فلو عندك ديفرنت ستيتس في الكريستال دي معناها عندك ديفرنت مودز في الحاله بتاعت الايه دي، ممكن نسميها في سام تايمز ممكن يسموا الكلام ده وان دايمنشنال فوتونيك كريستال. يعني خدوا بالكم في حاجه، يعني في فيلد جديد ظهر بقى، طبعا مش جديد قوي يعني بقاله اكتر من 20 سنة، يعني فالحاجة اسمها الفوتونيك كريستالز ان هم يعملوا ويف جايدز ستراكشرز بتماثل الالكترونيك ستراكشرز بحيث انها بتبقى كريستال ان ذا سيم سنس ذات الاتومز لما تحط مع بعض بتعمل كريستال، فهنا الويف جايدز لما تحط مع بعض بتعمل ايه كريستال. وزي ما الكريستال الالكترونيك كريستالز اللي هي السيمي كوندكتور كريستال اللي احنا بنتكلم عنها دي ما ليها اي كي دايجرام، فالفوتونيك كريستال ديت ليها بيتا اوميجا دايجرام. طبعا احنا عارفين ان الكي سوري الاي هي اتش بار اوميجا في الاخر، يعني لو انا بتكلم عن الانرجي بتاعت سي مثلا فوتون، طبعا في الحالة دي يعني الانرجي بتاعت الفوتون هي اتش بار اوميجا، وبالتالي ممكن ان احنا نبص يعني يمكن دي مش هتتحط هنا في الالكترونز الانرجي بتاعت الالكترونز، لكن هتبقى الانرجي بتاعت الايه الفوتونز. يعني انا عايز اقوله ان الاوميجا دي ممكن تبص لها انها اي على اتش بار، والبيتا دي بدل ما تسميها بيتا سميها كي،
يبقى خلاص اصبحت البيتا اوميجا ريليشن دي كي اوميجا كي كي اي اي ريليشن او اي كي ريليشن زي الحاله بتاعت الالكترونز. وهنا زي ما بقول بقى الستيتس، عندك ستيتس في الكريستال بتاعتك في سيمي كوندكتور كريستالز، هنا معناها عندك مودز في الفوتونيك كريستالز. الستيتس بتاعتك اوكيوبايد بالالكترونز في الالكترونيك كريستالز، دي معناها المودز بتاعتك اوكيوبايد بالفوتونز في الفوتونيك كريستال. كون الستيت تبقى موجوده دي حاجه، وكونها تبقى اوكيوبايد بالالكترونز او نوت اوكيوبايد بالالكترونز دي حاجه تانية. نفس الشيء برضه كون المود يبقى موجود ده شيء، وكونه يبقى اكسايتد او مش اكسايتد ده شيء اخر، كونه يبقى بابيوليتد بالفوتونز او مش بابيوليتد بالفوتونز دي حاجه تانية خالص، ملهاش دعوه بوجود الستيتس دي. تمام، فده الانالوجي اللي موجود ما بين الحاله بتاعت السيمي كوندكتورز يعني والحاله بتاعت الالكترو ماجنتكس في كومبليت انالوجي. طيب النهارده ان شاء الله، وبالتالي برضك قبل ما اسيب الحته دي انا عملتها لان احنا عارفين كويس قوي في التموجات ان في ديسكريتايزيشن للمودز، المود ديسكريت، البيتا ما تقدرش تاخد كونتينوس فاليوز، فهنا برضك لنفس السبب الكي ما تقدرش تاخد كونتينوس فاليوز باختصار. وزي ما عندك في الفوتونيك كريستال ديت في حاجه اسمها ستوب باند وفي حاجه اسمها باس باند، فالستوب باند ده بيقابله في الالكترونيك كريستال بيقابله الانرجي، الستوب باند بيقابله الانرجي جاب، والباس باند بيقابله الالاود انرجيز. الكلام ده برضك موجود يا جماعه حتى في الترانسميشن لاينز، لو انت عندك ترانسميشن لاين بتغير في الكاركترستيك امبيدنس بتاعته عامله بيريوديك يعني، بحيث ان انا عامل منطقه مثلا زد سي 1 زد سي 2 وهكذا وارجع تاني زد سي 1 زد سي 2، اعمل بيريوديسيتي بحيث ان انا اغير في الترانسميشن لاين دوت، وافترض ان هو انفينيت انفينيت لاين معناها ماتشد لاين يعني. ففي الحاله ديت ببص الاقي ان اللاين ده بيشتغل كفلتر لباندز معينه along الفريكوانسي ممكن الويف تعدي فيها، يبقى باس باند في الفريكوانسيز دي 1 2 3 وهكذا، بينما يجي في مناطق تانية يبقى ستوب باند. وبالتالي الفكره بتاعت الالكتريك سيركتس حتى بتاعت الستوب باند والباس باند هي نفسها الفكره بتاعت الفوربيدن جاب والالاود انرجي باند، سواء في الحاله بتاعت الالكترونيك كريستال اللي هي سيمي كوندكتور كريستال او في الحاله بتاعت الفوتونيك كريستال. خلاص طيب دلوقتي النهارده بقى هنبتدي ان احنا نتكلم عن نكمل الكلام ده، بس نقول بقى الحاله بتاعت 3 دايمنشنال كريستالز. طبعا احنا كل كلامنا على 1 دايمنشنال كريستالز، فالكلام ده يعني مش يعني مجرد سمبليفيكيشن، الريال لايف بيبقى عندي 3 دايمنشنال كريستال. فيا ترى في 3 دايمنشنال كريستال ايه اللي بيحصل؟ ايه الاختلافات اللي هتحدث في 3 دايمنشنال كريستالز عن النتائج اللي احنا حصلنا عليها في ال 1 دايمنشنال كريستال؟ هو ده السؤال. طبعا احنا خدنا ال 1 دايمنشنال لانها سهله وفي الوقت نفسه البيزك كونسبتس كلها موجوده فيها. بس في الوقت نفسه عايزين نشوف بقى ايه الفروقات. الفروقات كالاتي. فنكتب كده ال EK diagram and ال Brillouin zones أو ال Brillouin zone in 3 dimensional crystal. والحقيقة بيهمنا ال first Brillouin zone لأن بقيت الانرجي بتتكرر زي ما بقول يعني، لو خليت الكي بتاعتك تتغير بره الفيرست بريلوين زون فانت بتكرر الديستريبيوشن بتاع الانرجي ليفلز بتاعتك زي اي بريودك سيجنال كده، فانت بتاخد الايه زي الفاندمنتال بيريود بتاعتك، فدي الفاندمنتال بيريود بتاعتك. فالحقيقه ان في الحاله بتاعت السيمي كوندكتور سواء كان عندك بقى سيليكون جرمانيوم يعني مكون من سنجل اليمنت او حاجه زي الجاليوم ارسنايد او انديوم فوسفايد وهكذا، في انواع كتيره، والباينري كومباوند يعني سواء كان مكون من عنصر واحد
او كان السيمي كوندكتور ده باينري كومباوند او ترناري كومباوند او الى اخره. ففي النهايه الاليمنتس دي كلها، هو مشهورهم طبعا بالنسبه لنا الجاليوم ارسنايد والسيليكون، فدول البريلونزون بتاعتهم بتاخد الشكل ده، بتاخد شكل معقد شويه، لان طبعا عندك انت دلوقتي 3 دايمنشنال سبيس، فالكي بتاعك اصبح فيكتور ليه 3 كومبوننتس كي اكس وكي واي وكي زد، فبياخد شكل بالمنظر دوت. هتلاقوه مرسوم يعني في كتب كتيره قوي في السيمي كوندكتورز. بيبقى عندك هنا سكوير، والسكوير ده ليه 4 ايدجز، كل ايدج منهم متصل بهكساجون بشكل سداسي بالشكل ده، والناحية التانية هيبقى عندك هنا هكساجون، ومن ورا هنا هيبقى عندك ايه هكساجون، يبقى كده 4 هكساجونز. وتحت برضك عندك نفس الشيء، عندك سكوير، والسكوير ده متصل بهكساجونز تانيين، والهكساجونز دول متصلين بالهكساجونز اللي فوق، يعني نفس الشكل ده كما لو كنت قطعت كده وقمت عامل ميرور ايمج ليه، فهيظهر لك تحت برضك مربع تاني و 4 هكساجونز. وبعدين يبقى لك فراغات ما بين الهكساجونزين، الفراغات دي برضك هتبقى عبارة عن سكويرز. فالشكل معقد شوية، مش مهم بالنسبة لنا التفاصيل بتاعة الشكل بقدر ما مهم بالنسبة لنا النتائج اللي احنا هنحصل عليها نتيجة التعقيد ده. ففي واقع الأمر في كل شكل ده بيبقى عندك 6 سكويرز اللي هما واحد فوق واحد تحت، والأربعة اللي هما بيوصلوا ما بين الهيكساجونز اللي فوق والهيكساجونز اللي تحت، وعندك 8 هيكساجونز 4 فوق 4 تحت. وده الكيس بيس بتاعك، يعني الكيس بيس بتاعك بمعنى إن ده اللي هو فيه بقى الكي زد والكي اكس والكي واي زي ما انت عايز تسميهم 3 دايمنشنال كي سبيس. فالحقيقه بيبقى فيه 3 نقط مهمين في البريلوين زون. النقطه الاولانيه نقطه السنتر، دي بيسموها الجاما بوينت. والنقطة التانية اللي هي أي نقطة موجودة في السنتر بتاع السكوير دي بيسموها الإكس بوينت. والنقطة التالتة اللي هي أي نقطة موجودة في السنتر بتاع الهكساجونز بيسموها الإل بوينت. بحيث إن أنت لو أنت ماشي along الجاما إل دايركشن، فمعنى كده انت هتشوف بريوديسيتي، هتشوف كريستال مختلفة عن الكريستال اللي انت هتشوفها لو انت مشيت سي along الجاما اكس. سواء الجاما اكس دي او الجاما اكس دي او الجاما اكس دي، كل الاتجاهات بتاعة جاما اكس كلها هتشوف نفس الكريستال، وكل الاتجاهات بتاعة الجاما ال كلها هتشوف كريستال اخرى، لكن هتبقى نفس الكريستال اللي انت شايفها في الجاما ال دي هي اللي انت شايفها في الجاما ال الثانيه في الجاما ال الرابعه. عندك بقى كام جاما ال؟ عندك 8 جاما ال وعندك 6 جاما اكس. تمام. فده كده النقطه دي بيبقى تاثيرها ايه بقى على الاي كي دياجرام؟ تاثيرها على الاي كي دياجرام ان في الريال كريستالز بتبص تلاقي الاي كي دياجرام بتاعك معقد شويه. يعني انا هحاول ارسم لكم، يعني احاول اقلد شكل من الاشكال بتاعه الريال كريستالز، بس طبعا ده الكلام ده ممكن تشوفوه في يعني في الكتب اسهل. فخلينا هنا الريال اي كي دياجرام بيطلع شكله ايه بقى. الريال اي كي دياجرام بيطلع مور كومبليكيتد عن السيمبل اي كي دياجرام اللي احنا حصلنا عليه في الوان دايمنشنال كريستال. بتبص تلاقي عندك كيرفات كتيرة قوي ظاهرة، مش مجرد بس كيرفين اتنين. يعني في الوان دايمنشنال بيبقى عندك مفروض ادي الكوندكشن باند وادي البالانس باند وخلصنا، لكن هنا لا، بتبص تلاقي حاجة زي كده
يعني مثلا تبص تلاقي ان انت عندك مثلا حاجة كده، حاجة تانية تجي لك بالمنظر دوت، يعني مجموعة من الكيرفات فوق في المنطقة اللي فيها بتاعة الكوندكشن ايه باند، في الجزء بتاع الكوندكشن باند بتلاقي مجموعة من الكيرفات بالشكل ده، ونفس الشيء بتلاقيه بالنسبة للبالانس باند برضك، هتلاقي مجموعة من الكيرفات كده، كيرف مش عارف ماشي من بالشكل ده، وات كيرف ماشي المنظر ده، كيرف ماشي جاي لك كده الى اخره. فانت فين البالانس باند بتاعك هنا وفين الكوندكشن باند بتاعك هنا؟ هو ده السؤال بقى. ففي واقع الامر هما دول كلهم بينتموا للكوندكشن باند، ممكن يوصل عندك هنا حاجة بتاعت 12 كوندكشن باند، في بعض الكريستالز ممكن يبقى عندك 8 باندز فالنس باندز في بعض الكريستال في 3 دايمنشن، يعني فيري كومبليكيتد. احنا لو ركزنا على اللو انرجي الكترونز فقط، يبقى في الحالة ديت انا باخد اللوست باند، بالنسبة للكوندكشن باند هاخد هنا فقط اللوست باند بس، يعني هاخد الباند ده كده. والحقيقة الرسمة دي قريبة لرسمة الباندز بتاعة السيليكون. وطبعا اللي انا رسمه دوت الحقيقة مش مكتمل، الرسمة هنا مش مكتملة لسبب ان انا لازم احدد الاكسيس بتاعتي، في الاكسيس ده اللي هو الانرجي، ولازم احدد الاكسيس بتاعتي اللي هنا اللي هي الكي اكسس. هنا ما ينفعش اسيبها كي وبس بقى، لازم احدد الكي ده في انهي اتجاه، في النقطة اللي في السنتر هنا، هي دي نقطة الجاما بقى اللي موجودة في السنتر بتاع البريلون زون، والنقطة اللي عند الايدج دي اللي هي منطقة الاكس بوينت، والنقطة اللي على الشمال دي منطقة ال بوينت. فعادة بتبص تلاقوا الرسمة دي موجودة، فاحنا مجرد بس انا بديلكم الرسمة دي علشان تعرفوا تقروها بس، يعني عشان حاجتين اتنين، اولا الطالب ما يتخضش لما يشوف الاي كي دياجرام ويقول ان احنا بقى الاي كي دياجرام احنا خدناه ودرسناه ده حاجة تانية غير الحقيقة، فيعرف ايه العلاقة ما بين الاتنين. احنا الاي كي دياجرام اللي احنا خدناه ده مجرد سمبليفيكيشن بس، الاي كي دياجرام الحقيقي ماتش مور كومبليكيتد، واحنا بناخد اللوست انرجي باندز من كل او من كل منطقه، ولا الكيرف اصغر كيرف في كل منطقه ممثلا اقل انرجي في كل ايه في كل منطقه. في المنطقه بتاعه الكوندكشن باند هاخد الكيرف اللي تحت، ليه؟ لان الالكترونات لما يعني الطبيعي انها تتوزع بحيث ان اكتر الالكترونز تبقى موجوده عند اللور انرجي ليفل، اي سيستم في الطبيعه بيحاول يميز الانرجي بتاعته، فطبيعي ان الالكترونز تبقى اغلبها موجود في المنطقه اللي الانرجي بتاعتها صغيره. الكيرفات التانية دي كلها دي بتمثل لنا higher energies، فدي ممكن الالكترون يجامب ليها صحيح لو انت عملت عليه ابلايد عليه الكتريك فيلد عالي قوي، بحيث ان هو ممكن يجامب من هو في ستيل ده كوندكشن باند وكوندكشن باند، من الكوندكشن باند ده للكوندكشن باند الايه التاني، اللي هو عامل بالظبط زي ما يكون انت عندك في الالكترومagnetics كذا مود، دول مثلا كذا مود. طبعا المودز في الالكترومغناطيس طبعا في انواع مختلفه من المودز، فدول اعتبر ان دول مثلا 3 مودز من نوع معين من الايه من المودز، فالمود دوت الاي بتاعته اعلى من المود اللي تحتيه، فناتشورالي كده الالكترونز بتروح للمود الانرجي بتاعته ايه اقل، مش اللي هو بالاحمر دوت، مش هتروح باللون الايه الازرق ده الا قليلا طبعا، في statistical distribution وفي احتمال ان انت تلاقي طبعا الكترون موجود، لكن اغلبها موجوده في اللي تحت. نفس الشيء بالنسبه للهولز برضك، الهولز بنبص على الباند اللي هو بهذا الشكل قريب لينا دوت ليه اقل انرجي بالنسبه للايه للهولز، تمام. وبصفة عامة بقى، بصفة عامة بيبقى عندي الفالنس باند بيبقى فيه 3 باندز مشهورين قوي، الباند الأولاني اللي هو بتاع بيسموه الهيفي هول باند،
والباند التاني بيسموه اللايت هول باند، والباند الأخير اللي هو بيسموه السبليت أوف باند. دول كلهم بينتموا للبالانس باند. الهيفي هول باند ده بتبقى الإفكتيف ماس بتاعته أعلى من اللايت هول باند، يعني ال اتش اتش ده يعني عندي هنا هيفي هول، والكلام ده برضك عشان لما تقراه في كتب الكترونز او حاجه تبقى انت فاهم ايه المقصود بيه. وفي اللايت هولز، فالهيفي هول دي ليها افكتيف ماس ام اتش اتش، واللايت هول دي ليها افكتيف ماس ام ال اتش. احنا عاده لما بنتكلم عن هولز بنقصد بيها ال ام اتش اتش اللي هي الهيفي هولز دي، لسبب ان الاتش اتش بان زي ما انتم شايفين كده الانرجي بتاعت الهولز بتاعته اقل، وفي الوقت نفسه كمان هتلاقوا دايما الافكتيف ماس بتاعت الهيفي هولز اتش اتش تبقى اكبر من الافكتيف ماس بتاعت اللايت هولز، وده بيؤدي ان عدد الستيتس زي ما هنشوف دلوقتي في الهيفي هول باند بيبقى اكبر من عدد الستيتس في اللايت هول ايه باند. إذا أنا في النهاية الـ 3 dimensional الـ complicated structure الـ 3 dimensional structure دوت أنا في النهاية بالنسبة لي هحوله إلى الـ 1 dimensional structure دوت provided إن أنا هاخد الـ lowest band ده، وهو ده اللي هنقله في الـ conduction band، هيجي لي بالمنظر ده كده، وهاخد الـ heavy hole band ده وأنقله الناحية دي، أصبح ده الهيفي هول، وخلاص مش هتكلم عن هيفي هول ولا حاجة، هتكلم عن هولز وخلاص، وهتكلم هنا عن الكترونز، وده في واقع الأمر اللي إحنا بنعمله، وأدي الكي، بس لازم أحتفظ بالكي يكون أنا فاهم بقى إن دي الجاما بوينت، دي الإكس بوينت، ديت ال ال إيه؟ ال ال بوينت. الرسمة دي الحقيقة فاليد للسيليكون، بسبب ان هتبص تلاقي ان انت عندك المينيموم بتاع الكوندكشن باند هنا اللي انت بتسميه ده الاي سي بقى، او النقطه دي كده اصبحت اي سي اللي بتقابل المينيموم بتاع الكوندكشن باند. المينيموم بتاع الكوندكشن باند هتلاقيه موجود عند كي مختلفه عن الكي بتاعه المينيموم بتاع الفالنس باند. طبعا انت ممكن واحد يقول لي انت المفروض تقول الماكسيمم بتاع البالانس باند، بس انا قلت لكم الانرجي بتاعت الهولز بتزيد لتحت، فانا ممكن اقول المينيمم على اعتبار ان انا بتكلم على الانرجي بتاعت الهولز. ففي الحاله ديت هتبص تلاقي دي موجوده عند النقطه دي موجوده، يعني موست اوف ذا هولز موجوده هنا، اغلب الهولز موجوده عند المينيمم بتاع الهولز في المنطقه دي، فاغلبها ليها مومنتم كورسبوندنج للجاما بوينت، بينما الالكترونز اللي هنا اغلبها موجوده عند المومنتم اللي هي كورسبوندنج تقريبا للاكس ايه الاكس بوينت، فالاثنين مش ماتشد مع بعض من ناحيه المومنتم، دي ليها مومنتم مختلف عن التاني، فده برضك بيأثر في الانتر اكشن ما بين الالكترونز وهولز. يعني انا لغايه دلوقتي قلت لكم الانتر اكشن ما بين التشارج كاريرز وما بين الفوتونز وما بين الفونونز، لكن في واقع الامر ما بين التشارج كاريرز نفسها في انتر اكشن، يعني انتوا اوريدي عارفين ريكومباينيشن مثلا، ممكن يحصل ريكومباينيشن ما بين الالكترونز والهولز، الالكترون في الكوندكشن باند ينتقل للبالانس باند وينهيليت هول، او يعني يخفي هول، اول ما ينتقل هو يختفي من فوق وهي تختفي من تحت، تمام؟ فده كده دول النوعيه دي من السيمي كوندكتورز، نوعيه احنا بنطلق عليها الاندايركت جاب سيمي كوندكتورز. الاندايركت ان ذا سنس ان المينيمم بتاع الكوندكشن باند مش جاي مع الماكسيمم بتاع الفالنس باند، او ان شئت ان انت تسميه المينيمم بتاع الفالنس ايه باند زي ما انا وضحت، فده كده اندايركت جاب سيمي كوندكتور. طيب في برضك دايره جاب سيمي كوندكتور زي في الجاليوم ارسنايد بالمره نوضحه، يعني
هو لو رجعت لل 3 dimensional اي كي دايجرام بقى بتاعك، مش هتلاقي الباند ده كده، لكن هتلاقي مثلا حاجة زي كده، وبالتالي هتلاقي المينيموم بتاع الكوندكشن باند بتاعك لنفس الكي. انت تاخد الباند اللي تحت زي ما اتفقنا حاجة زي كده، فهتبص تلاقي المينيموم بتاع الكوندكشن باند لما تيجي ترسمه هتبص تلاقيه يجي عند نفس الكي اللي هي بتاعت الجاما بوينت مثلا بهذا الشكل. فده كده الاي سي وده الاي في. الالكترونز موجودة مركزة اغلبها يعني موجود عند المينيموم انرجي بتاعت الكوندكشن باند في هذه المنطقة، والهولز موجودة برضك عند المينيموم بوينت بتاعت الايه البالانس باند، وليهم الاثنين نفس الايه نفس الجامه. فده طبعا بيأثر على السكاترينج بقى وطبيعة السكاترينج اللي ممكن يحصل. زي ما اقول السكاترينج معناه انتقال ترانزيشنز، انتقال الالكترونز من الكوندكشن باند للايه للبالانس باند، سكاترينج بتوين الالكترونز والهولز. تمام. طيب طالما احنا هناخد او نفترض برضك احد الكونسيكونسز ان انا باخد المينيموم انرجي، او بفترض ان الكاريرز بتاعتي موجوده عند المينيموم انرجي، ان انا ممكن ان انا اعمل بارابوليك ابروكسيميشن، يعني ستيل البارابوليك ابروكسيميشن بتاعي فاليد، ان انا في المنطقه دي تقريبا عندي بارابولا، وصحيح مش هيكمل بارابولا، لكن انا لو خدت اللو انرجيز فابص الاقي ان ستيل العلاقه اللي هي اي بتساوي اي سي زائد اتش بار تربيع كي تربيع على توايس ام دي فاليد بالنسبه لي. وهنا برضك ستيل العلاقه اللي استخدمتها قبل كده اللي هو البارابوليك ابروكسيميشن بتاع الاي كي دايجرام دي ستيل فاليد في هذه الحاله، وديت اللي هي الام بتاعت الهيفي هول. الشكل ده بينطبق مع جاليوم ارسنايد، ومتطابق مع انواع مختلفه كتير من السيمي كوندكتورز. وزي ما هنشوف احنا مثلا في الليزر في الليزر او اي لايت اميتنج ديفايس، فاحنا محتاجين ان يكون عندنا السيمي كوندكتورز او الديفايس ذا ميد اوف دايركت جاب سيمي كوندكتور. السيليكون ما ينفعش، السيليكون بيستخدم في الالكترونكس، ما ينفعش ان احنا نستخدمه. غالبا بيقدروا ساعات بيعملوا له دوبينج عشان يقدروا يستخدموه في اللايت سورسز، يعني بحيث ان هم يغيروا في الخصائص بتاعته، لكن طول ما هو اندايركت جاب سيمي كوندكتور، طول ما الافشنسي بتاعته في انتاج الضوء يعني بتبقى ضعيفة زي ما هنشوف فيما بعد. تمام. طيب بكده احنا يبقى خلصنا خلاص كل الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها عن الاي كي دايجرام في السيمي كوندكتورز. هل في اي اسئلة سو فار؟ دكتور ممكن أسأل على حاجة في الدياجرام الأخراني؟ اه طبعا طبعا. هو إحنا جبنا الدياجرام الأخراني اللي هو الإي كوندكشن دي منين؟ لأن إحنا فوق في الإندايركت قلنا إن إحنا خدنا آخر واحد من تحت، تمام. الدايركت جبناه منين؟ الدايركت جبناه ان انا يعني الرسمه اللي انا كنت راسمها لكم في الاول اللي هي كانت موريانا الكيرف ده، كان يعني كان نازل تحت عند الاكس بوينت بالشكل ده كده. تمام. دي الرسمة دي بتاعت السيليكون مش بتاعت الجاليوم أرسنايد، لكن لو جيت للجاليوم أرسنايد هبص ألاقي إن المينيموم بتاع، لحظة واحدة بس، يعني في يعني بمعنى أصح اللي أنا رسمته 3 دايمنشنال كي إي كي دايجرام دوت، ده مش جنرال إي كي دايجرام، ده بيختلف من مادة لمادة. فكان في الأول مرسوم للسيليكون، فلما خدت المينيموم بتاعه كان الكيرف بالشكل ده، لكن تاني مرة اللي أنا راسمها دلوقتي اللي موجودة قدامكم ده مرسوم مثلا للجاليوم أرسنايد، فالجاليوم أرسنايد مش هلاقي يعني الكيرف اللي تحت خالص في الكوندكشن باند
عمره ما هياخد الشكل ده في الجاليوم أرسنايد، عمره ما بيبقى حاجة بالمنظر ده كده، يعني فاهم قصدي؟ تمام، فما طب يعني سؤال. يعني انا يعني بمعنى اصح ان انا لو رحت الجاليوم ارسنايد وعملت الحسابات بتاعتي، اصل الحاجات دي كلها بتتحل نيوميريكال، يعني الحاجات دي ما لهاش حلول يعني اناليتيكال، فكلها بتتحل نيوميريكال، وبعدين جيت حليت نيوميريكال فابص الاقي 3 دايمنشنال هيطلع لي مثلا حاجه زي كده، طبعا عامل سكتش بحيث ان انا هكتشف ان لو خدت تحت الكيرف اللي تحت خالص في المجموعه بتاعه الكوندكشن باند دي، هبص الاقي الكيرف اللي تحت ده المينيموم بتاعه عند الجاما بوينت وليس عند الاكس اي بوينت. لو عملت نفس الكلام للسيليكون هبص الاقي المينيموم بتاع الكيرف اللي تحت خالص عند الاكس بوينت. تمام؟ تمام. طيب هو انا بس عايزه اسال، عشان البوينت دي برضو وقعت مني، هي الجاما بوينت دي هي احنا بنعبر عنها ان هي المينيمم بتاع الكوندكشن والتوب بتاع الفيلنس، ولا ايه بالظبط؟ عشان انا ما وقع مني نقطه الجاما بوينت دي. لا، الجاما بوينت دي اللي هي عند السنتر بتاع البريلوين زون، يعني البريلوين تمام. زون بتاعتك، دي السنتر بتاع البريلوين زون بتاعتي ده، احنا مسمينه جاما. تمام، شكرا يا دكتور. العفو. عند الجاما بقى مش لازم يبقوا، يعني يبقى ممكن المينيمم بتاع الكوندكشن باند ما يجيش مع الماكسيمم بتاع البالانس باند زي في حالة السيليكون، وممكن يجي زي في حالة الجاليوم ايه ارسنال. تمام. طيب دلوقتي احنا هنبتدي بقى يا جماعة، لو ما فيش أسئلة هنبتدي ندخل دلوقتي في الدينستي اوف ستيتس بقى. احنا عرفنا دلوقتي العلاقة ما بين الاي والكي، طيب عايزين نشوف الديفرنت ستيتس اللي موجودة بيبقى توزيعها ازاي. الستيتس هنا عامله زي ما بقول لكم، مثلا العلاقه ما احنا ما جبنا مثلا في التموجات العلاقه ما بين البيتا والاوميجا، وانا عايز الديفرنت بيتاز اللي احنا كنا ساعات نرسمها لو تفتكروا بالمنظر ده. انا كنت ارسم لكم مثلا ريفراكتيف اندكس بروفايل، اقول لكم ان واحد وان اتنين، واقول لكم ده افكتيف اندكس، الخط ده بيمثل مود ليه افكتيف اندكس معينه، ده مود ليه افكتيف اندكس تاني، ده تالت وهكذا. فالخط بتاع الافكتيف اندكس هنا ده كان يمثل لي ستيت ان صح التعبير يعني. ولو عندي كوانتم ويل يعني ده كده في حاله الالكترومغنيتكس، ده الان اكس مع الاكس في الحاله بتاعه الالكترونز، لو عندي يو اوف اكس مع الاكس، فلو عندي كوانتم ويل فالصب باندز المختلفه دي بتمثل لي ستيتس مختلفه ممكن الالكترونز يتواجد فيه. وهنا زي ما بقول دي هنا الديسكريت ديسكريتايزيشن بتاع الافكتيف اندكس، هنا ده بيمثل لي مودز مختلفه ممكن الفوتونز تتواجد ايه تتواجد فيها. فنفس الفكره انا هنا عايز اشوف بقى الستيتس هتبقى شكلها ايه، يعني الستيتس الموجوده جوه ال along الاي دي توزيعها ازاي، تركيزها فين، بتقل فين، بتزيد فين الى اخره. تمام. فهنكتب هنا عنوان جديد اللي هو الدينستي اوف ستيتس. الحاجات انا عارف ان انتم مريتوا عليها قبل كده يعني، بس فاذا كان حد عنده سؤال يساله لان انتوا غالبا مش هتمروا عليها بعد كده. دينستي اوف ستيتس، الدينستي اوف ستيتس او دي او اس دي هنشوفها في ثلاث حالات. الحاله الاولانيه 3 دايمنشنال كريستال، او مش خلينا كريستال مش كريستال سوري 3 دايمنشنال سيستم. 3 dimensional system مقصود بيها ان انا عندي كريستال ممتدة في الثلاث الاتجاهات في الاكس والواي والزد، وليكن ده مثلا اتجاه الزد، ده اتجاه الاكس، ده اتجاه الواي. فالكريستال ديت ليها thickness في اتجاه الاكس ولتكن ال اكس، في اتجاه الواي ال واي، في اتجاه الزد ال زد، والدايمنشنز بتاعتها دي اكبر بكتير قوي من الدبروليه ويب لينس بتاع الالكترون، لاندا دبروليه اكبر في الثلاث اتجاهات. ايه الكونسيكونس بتاع انها تبقى اكبر من اللاندا دي بروليه ده؟ الكونسيكونس بتاعها ان انا هتعامل معاها مش هتعامل معاها ك
كلاسيكال سوري ككوانتم بارتكل، يعني ممكن اتعامل معاها كلاسيكالي بدل ما اتعامل معاها كوانتم ميكانيكال. هو دايما الميجر اللي انت على اساسه بتحدد اذا كنت تشتغل في الكلاسيكال رينج او في الكوانتم رينج هو الدوبليو ويف لينث بتاعه. ده شبيه قوي زي في الاوبتكس برضك، في انالوجي في الاوبتكس، انت عارفين زي ما تشتغل جيومتريكال اوبتكس او تشتغل ويف اوبتكس. لو عندك الضوء داخل على فتحه وبيحصل له ديفراكشن، فلو الفتحه دي اصغر بكتير من الويف لينث بتاع الضوء هيحصل ديفراكشن واضح، وبالتالي ما تقدرش ان انت تفسر الديفراكشن ده من خلال الجيومتريكال ايه اوبتكس. بينما لو الفتحه دي كبيره قوي هتبص تلاقي ان الضوء اللي ورا الفتحه دي بياخد نفس الشكل بتاع الفتحه وما فيش اي تقريبا ديفراكشن، وعلى هذا الاساس تقدر تتعامل بالجيومتريكال ايه اوبتكس. فهنا حاجه شبيهه بالحكايه دي، ان احنا كل ما الدايمنشن بتاعتنا تبقى قريبه من الدوبلير ويف لينث معنى كده ان انا لازم اتعامل يعني مع الالكترون كوانتم ميكانيكلي، الحركه بتاعته كوانتم ميكانيكلي، لو بعيده قوي فانا هتعامل معاها كلاسيكال. تمام، بالنسبه لي ده يمثل ان هو بطريقه اخرى ببص لها ان الالكترون فري تو موف في الثلاث اتجاهات، يعني حر ان يتحرك في الواي، حر ان يتحرك في الزد، حر ان هو يتحرك في الاكس. وافترض ان الكريستال دي ممتده، يعني اذا كان حد بقى خايف من الباوندري كونديشنز هنا افترض انها ممتده في الاتجاهات ما لا نهايه من جميع الاتجاهات عشان تريح نفسك في الحكايه دي، هيفضل ماشي فري فري الكترون. تمام، فانا عايز اشوف بقى الستيت بتاعه الالكترونز في الايه في الكريستال دي. فعشان احسب الستيتس انا عندي ان along يعني هرسم بقى الكي سبيس، لان عندي discretization الموجود بيبقى في المومنتم، الالكترون ما يقدرش ياخد اي propagation constant، هو هيتحرك كفري الكترون زي ما احنا قلنا في الفري الكترون موديل مثلا يقص جي كي اكس لو هو بيتحرك along الاكس، او كي واي لو along الواي، او كي زد لو along الايه الزد، لكن الكي دي discretized. فالديسكريتايزيشن اللي في الكي بيبقى عندك ان ما بين كل ستيت والتانية 2 باي على ال، الديسكريتايزيشن في الاكس 2 باي على ال اكس، الديسكريتايزيشن في الواي 2 باي على ال واي، الديسكريتايزيشن في الزد 2 باي على ال زد. بمعنى ان انت لو جيت رسمت الكي سبيس بتاعك، الكي سبيس التلات محاور بتوعه الكي اكس والكي واي والكي زد، فهتبص تلاقي ان في فقط discrete values، مهما كانت discrete values قريبه من بعض بس هي discrete في الاخر. بحيث المسافه ما بين 2 على along الكي زد دي 2 باي 2 states، يعني along 2 باي على ال زد، المسافه هنا دي 2 باي على ال اكس، والمسافه هنا 2 باي على ال واي. فكل ستيت في واقع الامر هتاخد فوليوم من الكيس بيس، الفوليوم ده عباره عن حاصل ضرب الثلاث كميات دول، ده كده الفوليوم او سنجل ستيت. in the case space طيب دلوقتي داخل الكيس بيس بقى انت دلوقتي عايز تعمل ايه؟ عايز تجيب النمبر اوف ستيتس اللي موجوده عند كل انرجي ليفل. احنا خلاص احنا زي ما اقول جبنا الاي كي دياجرام، فانا عايز على كل انرجي في عندي كام ستيت موجود، عشان اعرف بعد كده، لان خد باله عشان الالكترون يبقى موجود لازم تبقى في ستيت موجوده اساسا، وبعد كده ممكن يبقى هو موجود او غير ايه او غير موجود. دي الكراسي، الستيتس دي عباره عن كراسي الالكترونز بتقعد عليها. طيب فهنا انا هبحث، فتاني خطوه بقى وانس ان انا جبت الفوليوم بتاع السنجل ستيت، النكست ستيب ان انا هبحث عن الكونستانت انرجي سيرفيس اللي موجود داخل الكيس بيس ده. يعني ايه كونستانت انرجي سيرفيس؟ يعني انا عارف ان الاي علاقتها بالكي، ان الاي مثلا بتكلم عن الكوندكشن باند، اي بتساوي اي سي زائد اتش بار تربيع كي تربيع على توايس ام، الكي تربيع دي اللي هي كي اكس تربيع زائد كي واي تربيع زائد كي زد ايه زائد كي زد تربيع.
تمام. فلو انا عندي الاي دي ثابته معناها الكي ثابته، الكي ثابته معناها ان انا يبقى عندي سطح كره. فلو برسم هنا سطح كره كده بالشكل دوت سفير سفيريكال سيرفيس، فالسفيريكال سيرفيس دوت ما هو الا كونستانت، هو كونستانت كي سيرفيس وفي الوقت نفسه هو كونستانت اي سيرفيس، لان الكي دي كورسبوندنج لسبيسيفيك اي. وبعدين هخلي الكي بتاعتي تتغير من كي الى كي زائد دلتا كي او دي كي، فاذا الانرجي هتتغير الى اي بلس دي اي. الكي بلس دلتا كي معناها او دي كي معناها ان انا هحط سفير تانية almost يعني ملاصقة للسفير الايه الاولاني، بحيث الفرق اللي ما بينهم عامل لي spherical shell، عامل لي قشرة كروية spherical cell. فداخل spherical cell دي انا اذا موجود على energy axis ما بين نقطتين ال E وال E زائد D E. اذا انا دلوقتي الستيتس اللي موجوده داخل السفيريكال شيل ديت ما هي الا يعني داخل السفيريكال شيل النقط دي كل نقطه بتمثل ستيت، ما انت عندك نقطه دي ونقطه دي مع النقطه دي ادي ستيت وهنا ستيت وستيت وهكذا، دول مش داخل السفيريكال شيل. لكن داخل السفيريكال شيلز هو الموجودين ما بين الكرتين اللي احنا اتكلمنا ايه عليهم اللي هم الريديوس بتاعهم كي وكي بلس دلتا ايه كي، فعندك ستيتس كتيره جدا. لو انت عديت الستيتس دي هتعرف اذا الستيتس اللي موجوده داخل الرينج اوف انرجي اللي هو دي اي. فتعالوا نعد الستيتس دي. هنعدها ازاي؟ هنعدها اقول النمبر اوف ستيتس، وطبعا هنا المفروض يعني المقصود يعني ان ذا رينج من اي الى اي بلس دي اي، ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي الفوليوم بتاع السفيريكال شيل اللي انا ممكن اجيبه ان انا ان هو 4 باي كي تربيع دي كي، مساحه الكره مضروبه في الثيكنس ما بين التو سفيرز الانر سفير والاوتر سفير هي دي كي، مقسوم على الفوليوم بتاع سنجل ستيت اللي هو 2 باي تكعيب مقسوم على ال اكس ال واي ال زد. فده كده النمبر اوف ستيتس اللي موجوده في الرينج ده. خلاص الحقيقه بقى لما بنتكلم على الستيتس عارفين ان كل ستيت ممكن انها تبقى اوكيوبايد بتو الكترونز، تمام، ليهم ديفرنت سبينز. فلو احنا ما خدناش السبين انتو اكاونت يبقى اللي احنا عملناه دوت صحيح، ده كده النمبر اوف ستيتس. بس عشان اخد السبين انتو اكاونت يبقى لازم اضرب الكلام ده في 2، يبقى 2 دي هت اكاونت فور الالكترون سبين. حسب الباولي اكسكلوجن برنسبل ان كل ستيت ممكن يبقى فيها 2 الكترونز وليهم ديفرنت ايه سبينز، فلو دخلت السبين في الاعتبار يبقى معنى كده النمبر ستيت هيبقى دبل نمبر ستيت اللي انا حسبته. طيب الكلام ده انا هساويه بايه بقى؟ خلاص ما هو ده اوريدي بيساوي النمبر اوف ستيتس اللي انا عايزها، لا هقوم مساويه ب الدنس حاجه اسمها الدنس اوف ستيت اس اوف اي. لو بتكلم عن كوندكشن باند هسميها اس سي او اي دي اي. دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن نمبر اوف ستيتس بير يونت فوليوم بير انرجي، بحيث لما اضربهم في الانرجي هيدوني نمبر اوف ستيتس بير يونت فوليوم، يبقى لازم اضربهم اضرب الكلام ده كله في ايه؟ في الفوليوم اللي هو ال اكس ال واي ال زد. فمن المعادله دي مباشره، لحظه واحده عشان الكمبيوتر البطاريه بتاعته
تمام. فمن المعادلة دي مباشرة أقدر إن أنا أحسب الـ SC of E. هتبص تلاقي طبعا الـ LX الـ Y الـ Z دي كلها هتكنسل من الطرفين، دي هتطلع طبعا من مقام البسط وهتكنسل مع الجزء دوت، وهيتبقى لك هنا إن SC of E ده بيساوي، يعني هجيب دي في الطرف الشمال، ده بيساوي عندك هنا 8 باي ك تربيع على 8 باي تكعيب، ويبقى فوق في دي ك وتحت في دي اي، وممكن مباشرة نقول دي اي باي دي ك. 8 هتروح مع 8 والباي هتدينا هنا تربيع، يعني ده عبارة عن ك تربيع على باي تربيع دي اي باي دي كي. هنا بقى تلاحظوا ان عشان تجيب الدنس سوسيس لازم يبقى عندك الاي كي ريليشن، وده السبب الحقيقة ان احنا كان لازم الاول نجيب الاي كي ريليشن دي قبل ما نحسب الدنس سوسيس. واي تغيير من البارابوليك ابروكسيميشن ده لازم يؤدي الى تغيير مباشرة في الدنس اوف ستيتس. فالدي اي باي دي كي لو رجعنا للبارابوليك ابروكسيميشن بتاعنا ده عبارة عن twice h بار تربيع في k على twice m، يعني h بار تربيع في k على m. طبعا ال m هنا الم بتاعت الالكترونز اللي الافكتيف ماس بتاعته، مش لازم كل شويه يعني نقول الكلام ده او نديلها رمز مختلف، المفروض انها تبقى واضحه. فمن هنا احصل ان s c of e density of state بتاعت ال كوندكشن باند دي عبارة عن K تربيع على باي تربيع في H بار تربيع في K، وهيجي لي الام ايه الام فوق، ودي هتروح مع دي، يعني عبارة عن ام K على باي تربيع في H بار تربيع. هرجع تاني اكسبريس ال K in terms of ال energy، انها عبارة عن twice m على h بار تربيع في e ناقص e c، كل الكلام ده تحت الجذر من برضك البارابوليك ابروكسيميشن، العلاقة ما بين ال e وال k. يبقى هنا هجيب ال s c of e، هتطلع انها جذر 2 في ال m اس 3 انصاص على باي تربيع في h بار تكعيب في جذر التربيعي ل e ماينس e c. بس دي العلاقة، أنا بس هتأكد إنها العلاقة سليمة، باي تربيع h بار مظبوط كده، دي كده الدنسيتي اوف ستيتس. ونفس الشيء لو جيت تجيب الدنسيتي اوف ستيتس بالنسبة للفالانس باند هيطلع لك s v of e، بس هيجي لك مكان الماس بتاعت الالكترونز هيجي لك الماس بتاعت الهولز، وبدل ما هيجي لك جذر E ناقص E C هيجي لك جذر E V ماينس E. إذن الدنسيتي اوف ستيتس في الحالة دي لو جيت ترسمها، أدي الـ E، وادي الاس، فهتلاقي ادي الكوندكشن باند بتاعك ايدج اهوت، هتبص تلاقي الدنسيتي ستيت بتطلع بالمنظر دوت، ومن البالانس باند ايدج هتبص تلاقيها انها بتطلع بهذا الشكل. كل ما تزيد الانرجي كل ما النمبر اوف ستيتس عماله بتزيد، تمام. طيب الدنسيتي ستيت دي مهمه جدا لانها زي ما بقول بتحدد لي اذا كان في عندي الكترون، وطبعا إذا كان عندي إلكترون موجود ليه إنرجي محددة، وفي برضك زي مثلا هو ليها إنرجي تانية، فإلى أي مدى ممكن ينتقل الإلكترون دوت للهول الموجودة في الإيه؟ في الإلكترون موجود في الكوندكشن باند إلى هول موجودة في البالانس إيه؟ في البالانس باند. بس ده كده ده بالنسبه للدنسيتي اوف ستيتس في الثري دايمنشنال كيس. طيب هننتقل بعد كده للتو دايمنشنال كيس،
الثري دايمنشنال كيس بتقابل في الالكتروماجنتكس الحاله بتاعه البلك، ان انت بقى عندك ويف ماشيه في بلك فري تو موف، عامله عباره عن بلين ويف ماشيه في بلك ميديوم ممتد الى ما لا نهايه، بس مجرد بس شايفه معامل الانكسار بتاع الايه بتاع الميديوم ده. التو دايمنشنال سيستم بقى بيبقى عندي الالكترون فري تو موف ان اونلي تو دايمنشنز. يعني نكتب هنا بقى التو دايمنشنال سيستم الالكترون is free to move in two dimensions only، والدايمنشن الثالث الالكترون بيبقى confined فيه. يعني بمعنى صح ان انت عندك زي سلاب كده بهذا الشكل من السيمي كوندكتور ماتيريال، بحيث ان انت along الواي ده اتجاه الواي كده، فانت ممتد ما لا نهاية وناقص ايه ما لا نهاية، وألونج الزد فهو ممتد من ناقص ما لا نهاية لما لا نهاية، بس فقط ألونج الإكس اللي فاينايت دايمنشن ال إكس، وديت يعني لا إما أقل من الدوبليه ويبلينس لا إما كومبيرابل للدوبليه ويبلينس. وانس إنها أصبحت في الرينج ده، معنى كده ان اصبح عندك discretization of energy levels في هذا الاتجاه، اصبح عندك quantum well، ال two dimensional system ده بنسميه quantum well. لو انت بترسم ده كده ال x فهتبص تلاقي ان انت تولد لك along ال x direction كوانتم ويل لي ويتس عبارة عن ال اكس، وبالتالي اصبح في discretization of energy levels الالكترون ممكن ياخدها في الايه في الاتجاه ده. الالكترون هو بيتحرك في الاتجاه ده اصبح في discretization، بيتحرك في الاتجاهين التانيين ده تقريبا زي ما احنا قلنا عليه اللي هو كوازي كونتينيوم، اللي هو تقريبا مفيش اي discretization او discretization مهمل جدا، موجود لكن ايه لكن مهمل تماما خلاص. لكن هنا ما تقدرش تهمل الديسكريتايزيشن along ال LX، او لازم تعامل بمعنى اصح الديسكريتايزيشن along ال LX بشكل مختلف عن الديسكريتايزيشن along ال Y وalong ال A ال Z. وعلى هذا الاساس هتبص تلاقي بقى اللي احنا بنعمله كالاتي، اللي احنا بنعمله ان انا هفترض كابروكسيميشن يعني ان ال Well دوت هو ليه infinite barrier height، يعني بدل ما افترض ال height بتاع ال barrier بتاعي finite، لا هفترض ان هو infinite well بالشكل ده تمام، وده valid approximation. فبحيث ان انا عارف في ال well دوت ان انا زي ما احنا قلنا كان في المحاضرة اللي فاتت ان n في ال x على الاتنين ده بيساوي ال l x، بمعنى ان 2 باي على لامدا x ده بيساوي اللي هو n ال n ان على 2 ال اكس في 2 ايه في 2 باي، فالاثنين هتروح مع الاثنين ويبقى لك ان في باي على ال اكس، خلينا نسمي دي ان اكس، ده يصبح ان ايه اكس. الصاب باند الاولاني كورسبوندنج لان اكس بتساوي 1، الثاني ان اكس بتساوي 2، الثالث ان اكس بتساوي 3 وهكذا خلاص. ديت كده عباره عن الكي اكس بتاعك، وبالتالي لما تيجي تشوف العلاقة ما بين الـ E والـ K هتبص تلاقي الـ E بتساوي EC زائد H بار تربيع على twice M، المفروض هنا يبقى عندك KX تربيع زائد H بار تربيع على twice M في KY تربيع زائد H بار تربيع على twice M في KZ تربيع. الاتنين دول الـ K بتاعتك هتفترض إنها يعني زي ما بقول almost يعني continuous discretization صغيرة أوي، المسافات ما بين الايه المود صغيرة أوي، بحيث إن أنا هاخدهم الاتنين هسميها k بارع للتربيع، ال k بارع للتربيع دي اللي هو k y تربيع زائد k z تربيع، ده معناه الإلكترون بيتحرك بارع للباوندريز بتاعة السلاب دي، بيتحرك لا إما في along الزد
يا اما along الايه الواي بارل للشيت ده كده، كأن ده سيمي كوندكتور شيت وهو بيتحرك بارل للشيت. اما الكي اكس فبيتحرك نورمال، والنورمال هيصطدم بالبارير وبالتالي هو is not free to move along this direction. وعلى هذا الاساس هيبقى في كوانتايزيشن نتيجه الباوندري كونديشنز دي، اللي هو مختلف عن الكوانتايزيشن في الاتجاهات التانية. الكوانتايزيشن التاني انت ممكن زي ما بقول ايه تهمله ما عدا فقط في حساب الدينستي وايه اوف ستيتس. فهنا الكي اكس دي ممكن تشيلها وتحط مكانها ان اكس في باي على ال اكس كل تربيع. ودلوقتي الهدف بتاعك ان انت توجد الدينستي اوف ستيتس في حاله الكوانتم ويل. فهتوجد ازاي الدينستي اوف ستيتس كوانتم ويل؟ برضك هرجع للكي سبيس بتاعي، الكي سبيس هرسمه، ادي الكي اكس اهو، وادي الكي واي، وادي الكي زد. الكي واي المسافات ما بين الستيتس صغير جدا 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 جدا، لكن موجود، مازال موجود. وهنا الكي اكس المسافات ما بين الستيتس اكبر بكتير بهذا الشكل. فاللي انا هعمله ان انا دلوقتي هنفترض ان الكي بارل ديت ممكن تاخد، يعني هدور بمعنى صح بعد ما وانس ان انا كتبت الاي كي ريليشن في الحاله دي، هدور بعد كده على الكونستانت انرجي سيرفيس نيكست. الكونستانت انرجي سيرفيس هيكورسبوند، لان انت هتختار ان اكس ليها قيمه معينه، الصاب باند الاولاني او الثاني او الثالث الى اخره، عندي كي اكس في واحد، كي اكس اثنين، كي اكس ثلاثه وهكذا. خلاص يبقى انا دلوقتي هختار صاب باند، وجوه الصاب باند دوت هختار الكي بارل بتاعي كونستانت. فالكي بارل كونستانت معناها الكميه دي ثابته، فده هيديني دايره جوه ال كي واي كي زد بلين. الدايره دي موجوده في المستوى الرأسي ده كده. طيب هغير الكي بارل ديت، انا لسه ما زلت جوه نفس الصاب باند، الصاب باند ده ما بيتغيرش الكي اكس بتاعته، لكن انا هغير الكي بارل دي، هخليها كي بارل زائد دي كي بارل. انا عندي الامكانيه دي لان عندي هنا الديسكريتايزيشن صغير قوي، بحيث ان انا ممكن اعمل انفينيتيزمال تشينج اراوند الكي بارل برضه ستيل مفيش اي مشكله، لكن هنا ما اقدرش اعمل انفينيتيزمال تشينج، لازم اعمل جامب عشان اجامب من صاب باند لصاب باند تاني، لازم اجامب. ما عنديش differential element اقدر اعرفه along ال kx axis، لكن بالرغم من ال ky وال kz زي ما اقول discretized، discretization بتاعهم صغير قوي، بحيث ان انا still I can define differential element within ال ky kz plane. تمام؟ فاذا هاخد لما k تتغير من k barrel ل k barrel زائد dk barrel، فهيجي لي كمان دايره ثانيه بالشكل ايه دوت. بدل ما يصبح عندي spherical shell في الحالة بتاعت 3 dimensional system، هيبقى عندي هنا رينج، عندي حلقة. الحلقة ديت ليها area، الاريا بتاعت الرينج دي بتساوي اللي هي 2 باي كي بارلل دي كي بارلل. طيب جوه الاريا دي عندي كام ستيت؟ خد بالكم كل ده وانا واقف عند صاب باند واحد فقط، يعني كل ده وانا بحسب النمبر اوف ستيتس جوه صاب باند واحد فقط. فعندي كام ستيتس حسب بقى النقط اللي هتقابلني داخل الايه داخل الرينج ده، لكن كل ستيت انا عارف ان الاريا بتاعت السنجل ستيت دي بتساوي 2 باي على ال على ال واي بقى المضروبه في 2 باي على ال زد. فإذا هكتب برضك المعادلة هي number of states، بس هنا أنهي number of states؟ within a single subband. ده بيساوي ال area اللي هي 2 باي k parallel d k parallel مقسومة على الاريا بتاعت الرينج مقسومه على الاريا بتاع سنجل ستيت 2 باي تربيع على ال واي ال زد، اكنك بتضرب في ال واي ال ايه زد.
ولو خدت السبين انتو اكاونت لازم اضرب الكلام ده في 2 وهساوي الكلام ده بالدنسي اوف ستيتس اس سي اوف اي في دي اي في الاريا ال واي. في الحقيقه او انا عايزها، لو انا عايزها الدنسي اوف ستيتس للفوليوم يبقى معنى كده هضرب هنا في ال واي ال زد ال اكس، فال واي ال زد هتروح مع ال واي ال زد، وهيتبقى لك ان الاس سي اوف اي دي بتساوي عندك هنا 4 باي كي بارل مقسومه على 4 باي تربيع، وهيجي لك هنا دي اي على دي كي بارل، وكل الكلام ده مقسوم على ال اكس. الاربعه مع الاربعه والباي مع التربيع هيتبقى لي ان انا عايز اجيب الدي اي باي دي كي بارل، هي زي الحاله اللي فاتت بالظبط، اللي هي اتش بار تربيع على الام في الكي بارل. فاذا هتبص تلاقي ان انت عندك لو عوضنا من دي في دي هيجي لك هنا كي بارل على باي، ودي هتشيلها هتحط مكانها اتش بار تربيع كي بارل، هيجي لك هنا ام في 1 على ال اكس، فالكي بارل هتروح مع الكي بارل، وهتبقى لك ان اس سي اوف اي دوت عبارة عن ام على باي اتش بار تربيع في ال اكس. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الـ density of states in a single band. density of states in a single band. sorry sub band. in a single sub band. ده بنسميه sub band. يعني specific value at specific value of nx. طلعت الـ density of states دي ثابتة، ما بتتغيرش مع الانرجي كونستانت، لكن ده كله within single sub band. لكن لو انا عايز ارسم بقى التوتال انرجي التوتال density of states لازم اجمع density of states بتاعت السب bands المختلفة. فتعالوا نرسم ال SC of E بقى total مع الانرجي، فكل sub band من دول ليه انرجي معينة. يعني انا عارف الانرجي هي عبارة عن الـ EC زائد الانرجي هنسميها مثلا E لـ EX، يعني زائد الـ EY زائد الـ EZ، والـ EX دي عند NX بتساوي 1 مختلفة عن NX بتساوي 2 مختلفة عن 3 وهكذا. وبالتالي زي ما دي discretized فالانرجي برضك discretized بالشكل ده، هيجي لي اي واحد اي اتنين اي تلاتة، ده كده اي واحد كورسبوند لان اكس بتساوي واحد، اي اتنين ان اكس بتساوي اتنين، اي تلاتة وهكذا. والمسافات ما بينهم باي ذا واي مش ثابتة، يعني يمكن ظاهرة كده في السكتش ده انها ثابتة، لكن هي طبعا مش ايه مش ثابتة. ده بداية الصب باند الاولاني، تمام؟ يعني هتبص تلاقوا انتوا طبعا عارفين من الكلام اللي هو بتاع الكوانتم ويل، او اذا كنتوش عارفين اديكم بنراجع لكم على الجزئيه ديت، ان هتلاقوا السب باند الاولاني دوت ده الفيرست سب باند دوت ما الانرجي بتاعته ما بيساويش صفر. لو انت افترضت ان البوتنشال انرجي الموجوده جوه الويل بتساوي زيرو، فالانرجي ده ما بيساويش زيرو. هي بالنسبه لنا طبعا ما بيساويش زيرو، هي الاي سي، الاي سي هي البوتنشال انرجي بتاعتنا، فدي اعلى من الاي سي بمعنى اصح بالمقدار بالمسافه دي وهكذا، وتاني اعلى من الاي سي بالمسافه دي وهكذا. فاذا لو انا دلوقتي برسم الانرجي وستيتس في الحاله دي ممكن اخد نقطه الاوريجين بتاعتي هنا دي اللي هي الاي سي، الاي واحد مش هتيجي عند الاي سي، هتيجي منظر ده، وهتبقى قيمه الدنسي اوف ستيتس في السب باند الاولاني ثابته بهذا الشكل، قيمتها اللي هي بتساوي الام على باي اتش بار تربيع في ال اكس. طب هيجي الصب باند الثاني، الصب باند الثاني برضك الانرجي بتاعته هتبقى ثابته بهذا الشكل، والصب باند الثالث هتبقى ثابته، والصب باند الرابع هتبقى ثابته، وكلهم ثابتين عند نفس القيمه. بس طبعا انت في المنطقه ديت لما كان عندك
انرجي ما بين اي واحد واي اتنين، انت كان عندك صب باند واحد بس، فانت دلوقتي نمبر اوف ستيتس هتساوي، او الدنسي اوف ستيتس هي نفس الستيتس اللي انت حصلت عليها هنا، لكن لو جيت ما بين اي اتنين واي تلاتة انت عندك اتنين صب باندز، فلازم تجمع، لازم هيحصل لك سلمة كده بحيث تجمع الاتنين دول على بعض، فتبص تلاقي حصل عندك ستيب فاريشن بالشكل ده، ما بين اي 3 واي 4 حصل عندك انذر ستيب فاريشن بالشكل ده، وهكذا اي 4 واي 5 يحصل لك ستيب، اذا هي هتبقى ستير لايك فانكشن بالشكل ده، تاخد شكل سلالم بالمنظر ده. في المنطقه ما بين اي سي واي 1 اللي كان فيها في 3 دايمنشنال كيس كان بيبقى عندك ستيتس، اصبحت دلوقتي ديبليتد من ستيتس، ما فيهاش اي ستيت. ولو جيت رسمت النقط دي هتكتشف النقط دي بتنطبق الحقيقة، ممكن إثبات ذلك على الشكل بتاع ال 3 dimensional، يعني هتلاقي ال envelope بتاعك في الحالة دي هو بتاعة ال S 3 dimensional case اللي هي كانت جذر E minus E C، هنا طبعا مش هتبقى جذر لكن هتبقى بالمنظر ده، تمام؟ ده نفس الكلام بالنسبة للإلكترون، نفس الكلام بالنسبة للهولز، بس الهولز هيبقى عندك دوت هنا، هيبقى عندك الإيه؟ الإي في، ودوت كده هتبقى الإنرجي بتاعة الهولز وليست الإنرجي بتاعة الإيه؟ الإلكترونز، تمام؟ معلش اتفضل. هي الحتة بتاعة الستيب دي تاني جت إزاي اللي هو الستيرز دي؟ ما أنت دلوقتي أنت عندك، يعني انت عندك يعني زي مثلا انا عندي، خلينا هنا الانرجي اكسس اهو، تمام؟ انا عندي صب باند اي واحد، خلاص بيبتدي من اي واحد، الصب باند اللي بيبتدي من اي واحد ده معناها ده في دينسي اوف ستيتس اللي احنا طلعناها اللي هي الكميه دي، هتجي لك هنا، تمام؟ يعني سمي دي كده مثلا ايه، ايه اللي هي ام على الباي اتش بار تساوي في ال اكس، معناها ايه؟ معناها ان عندك عدد معين مثلا 100 ستيت بير يونت فوليوم بير يونت انرجي طول ما انت موجود في الصب باند ده، جالك صب باند تاني بدايه من اي 2، الصب باند تاني ده ليه انرجيز بدايه من اي 2 وليه برضك الاي بتاعته، يعني ليه النمبر اوف ستيتس بتاعته، فلازم تجمع، فالاثنين التو صب باندز دول زي كان كاري ستيتس، لان خد بالك واحنا بنحسب الدنسي اوف ستيتس اللي هي سميناها كابيتال ايه هنا، ديت كانت لسنجل سب باند بس، يعني بحسب العدد الموجود من الستيتس ان سنجل سب باند بير يونت فوليوم بير يونت انرجي، لما يكون عندي تو سب باندز يبقى هجمع النمبر اوف ستيتس بير يونت فوليوم بير يونت اريا للسب باند الاولاني زائد النمبر اوف ستيتس بير يونت فوليوم بير يونت اريا للسب باند الايه؟ الثاني. لكن الصب باند التاني ده بيتواجد فقط في الرينج لما يكون الانرجي بتاعتك اعلى من اي 2، وبالتالي مش هتبتدي التجميع ده غير لما يكون الانرجي بتاعتك عاليه عن الاي 2، يبقى دي لو النقطه دي ايه هيجي لك النقطه دي توايس ايه؟ توايس ايه؟ وهكذا، النقطه التانيه هتجي لك بس هتبقى على بعد مختلف، عشان كده هتمشي مع الشكل بتاع الجذر دوت لان دي على بعد مختلف، فهتجي لك هنا صب باند تاني اي 3، هيجي لك هنا ايه؟ 3 3 ايه وهكذا، فاهم قصدي؟ انت بتجمع الستيتس، انت بتجمع الستيتس الموجوده، بس كل ما هنالك لما بتكون عند الانرجي العاليه دي بتكون اوريدي شايف 3 صب باندز ممكن تتواجد فيهم، لكن لما تكون عند الانرجي الصغيره اللي هي اقل من اي 2 ما عندكش غير فقط سنجل صب باند ممكن تتواجد فيه، اذا مش هتشوف غير الستيب اللي احنا حصلنا عليها في الاول، تمام؟ طيب تمام يا دكتور، شكرا يا دكتور. نعم دلوقتي النقطة اللي هنا ناخد بالنا منها بقى ان طبعا ده بيبقى له كونسيكونسز يعني كبيرة جدا على شكله في الليزر، يعني في حاجة اسمها الكوانتم والليزر هناخده بعد كده، وشكل الدنسي والستيس دي بيأثر طبعا على شكل الجين بتاع الليزر، بيأثر على الثريشولد والبرفورمانس بتاعه والى اخره. يهمني قبل بس ما اسيب الجزئية دي ان انا ارسم لكم تو نوتس، يعني اتكلم عن تو نوتس. النوت الاولاني ان احنا ممكن نرسم الاي كي في الحاله ديت
احنا ما رسمناش يعني الاي كي دياجرام في حاله الكوانتم ويل او في التو دايمنشنال سيستم. فلو حطيت ده كده الكي بارل اللي احنا اتفقنا جذر تربيع الكي واي تربيع زائد كي زد تربيع، وده الانرجي اي، ورسمت هرسم العلاقه دي سنجل سب باند تمام. فبص الاقي السب باند اللي هو اي دي اللي احنا سميناها ايه، سميناها اي واحد، دي اللي هي الاي واحد، دي بدايه السب باند الاولاني. فتبص تلاقي ان انت عندك العلاقه دي اللي هي اي واحد زائد اتش بار تربيع كي بارل تربيع على توايس ام تمام. السب باند التاني هيجي لك عند اي اتنين، فتبص تلاقي برضك السب باند التاني هيجي لك اي اتنين زائد اتش بار تربيع كي بارل تربيع على توايس ام وهكذا. فتبص تلاقي ان انت عندك مجموعة من الكيرفات اللي هي البارابولا بالمنظر دوت، بس كل بارابولا شيفتد في الاي اكسس بالمقدار بتاع اللي هو الايه الديفرنس في الانرجي ما بين السب باندز المختلفه، ده اي واحد ده اي اتنين ده اي تلاته اللي هي بتاعت السب باندز الايه المختلفه. ده ممكن برضك سام تايمز بيرسموه 3 دايمنشنال بالشكل دوت، يعني لو خدت الكي اكس بتاعك بالمنظر دوت وخدت ده كده كي بارل وادي الانرجي، فالانرجي بتاعتك بتبقى بارابولويد بالشكل ده لكن متقطع عند، هتبص تلاقي اكن بارابولويد وبعدين جيت قطعته بمستوى بقى، يعني عند الكي اكس واحد اللي هي كورسبوندنج للاي واحد تمام، اللي هي كورسبوندنج لان اكس بتساوي واحد اللي هي باي على ال اكس مثلا، هتبص تلاقي ان انت هتقطع يبقى عندك مستوى ده هيقطع البارابولويد في ايه، في بارابولا، ده البارابولا اللي انت شايفه هنا، ده البارابولا ده اللي هو اللي انت شايفه هنا، والبارابولا التاني هيجي برضك من مستوى لان كي اكس كونستانت ده عباره عن مستوى ده هيقطع البارابولويد برضك بحيث ان هو يدي لك ايه بارابولا بالشكل ده، ده اللي هو الكيرف التاني اللي انت شايفه ايه هنا وهكذا خلاص. طيب الحاجه التانيه النوت التانيه ان من خلال الكوانتم ويل اصبح عندنا قدرة ان احنا نعمل تيونينج للانرجي جاب، تيونينج اوف انرجي جاب بمعنى ان احنا عندنا في 3 دايمنشنال، 3 دايمنشنال سيستم اللي احنا ممكن نسميه اسم تاني نسميه البالك سيمي كوندكتور، فانا عندي الانرجي الاي كي دايجرام بتاعي بالمنظر دوت، ادي الاي والكي ادي الكوندكشن باند ايدج بيبتدي من هنا وادي الفالنس باند ايدج بيبتدي من هنا، فدي الانرجي جاي. فلو انت شغال مثلا سي بسيليكون، السيليكون بتبقى الانرجي جاب بتاعته في حدود يعني 1.1 الكترون فولت خلاص دي ثابته، شغال بسيليكون بالك سيمي كوندكتور ما تقدرش تغير في الانرجي جاب بتاعته، شغال بجاليوم ارسنايد، جاليوم ارسنايد الانرجي جاب بتاعته تبقى تقريبا يعني 1.42 الكترون فولت ما تقدرش تغير في الانرجي جاب بتاعته. أهمية الانرجي جاب هنشوفها الحقيقة فيما بعد، إنها بتتحكم في الطول الموجي للضوء اللي أنت بتخرجه من الليزر. لو أنت عايز تشتغل عند ليزر ليه طول موجي معين ضوء أحمر مثلا لازم تجيب سيمي كوندكتور بحيث الانرجي جاب بتاعته
تتوافق مع الضوء الايه الاحمر، بحيث ان انت في واقع الامر يعني تقدر تقول كده الانرجي جاب بتساوي تقريبا يعني اتش بار اوميجا بتاعت الضوء الايه الساقط، اللي هي اتش بار في سي على لامدا، ده اللامدا بتاع الطول الموجي. تمام. طبعا السيليكون لان هو اندايركت جاب فما بنستخدموش في انتاج الليزر، زي ما هنشوف برضه الكلام ده هيتضح معناه ايه. الجاليوم ارسنايد هتبص تلاقي 1.42 الكترون فولت، ده كورسبوندنج لويف لينث حوالي مثلا 85 850 نانو 900 نانو في الرينج ده، 850 900 نانو ده انفراريد، ده مش فيزيبل لايت، الفيزيبل بيبقى حوالي من 400 ل 700 نانو متر. تمام. فلو انت عايز تجيب ليزر الانرجي يميت لايت مثلا في الضوء الاحمر سي مثلا 600 في 600 600 نانو مثلا 630 نانو، 630 نانو يبقى معنى كده لازم لما تيجي تعوض باللامدا ب 630 نانو وتعوض اتش بار وسي يطلع لك الانرجي جاب اللي انت محتاجها، يبقى لازم تدور على بلك سيمي كوندكتور يكون ليه الانرجي جاب دي عشان يعمل لك الليزر ايه الليزر ده. اما في التو دايمنشنال سيستم فبيدي لك ديجري اوف فريدم، لان في التو دايمنشنال سيستم اللي احنا بقى بنسويه اللي هو الكوانتم ويل فبتبص تلاقي ان انت ما ابتداش عندك يعني ده كده ده البالك انرجيز، لا بدل ما تبتدي من الاي سي اصبح اول سب باند عندك من الاي واحد، بعد كده عندك سب باند تاني من اي اتنين وهكذا. يعني بمعنى اصح انت عندك بس دي مش عايز انها تتغير في يعني عندك اول خلينا نمشي هنا عادي بس كله هنالك ما بين الاي سي والاي واحد نو ستيتس، ما فيش ستيتس، وبالتالي ده يعتبر الافكتيف مينيمم اوف ذا كوندكشن باند، مش الاي سي، لا اصبح دلوقتي الاي سي زائد الاي او الاي واحد، او اذا كنت هاخد الاي واحد على طول ان هو الانرجي بتاعت السب باند ليفل ده يبقى خلاص ده اصبح الايه الاي واحد. خدوا بالكم ان انا الحته دي يعني فيها تفاصيل شويه بس انا مش ما دخلتش فيها، يعني الاي بتساوي اي سي زائد اي واحد. تمام. دي الانرجي بتاعت السب باند الايه الاولاني مظبوط، يعني الاي واحد اللي انا راسمها فوق دي اللي هي الجامب ما بين الاي سي اللي هي دي كده الاي واحد، دي المفروض انا بعد ما ازود على الاي سي يعني اي واحد هوصل للليفل ده، الليفل ده ما يساويش اي واحد، يساوي اي واحد زائد اي سي، والليفل ده هيساوي اي اتنين زائد اي سي وهكذا، والليفل ده اي تلاتة زائد اي سي. يعني النقطة دي نقطة يعني تريفيال كده فانت خدوا بس بالكم من ايه منها. المهم الفكرة ان انا عندي هنا ده المينيوم ما اصبحش عند الاي سي، اصبح عند اي سي زائد اي واحد، والاي واحد دي انا بتحكم فيها لان الاي واحد دي بتعتمد على الاي واحد هتبص تلاقيها بتعتمد على ال اكس الويتس بتاع الويل، هي الويتس بتاع الويل تربيع ال اكس تربيع، اذا انا ممكن نعمل تيونينج للكوندكشن باند ايدج زي ما انا عايز، ونفس الكلام اقدر اعمل تيونينج للبالانس باند ايه ايدج، لان ده اي واحد اللي هو في الايه في الكوندكشن باند هنسمي ده مثلا اي واحد داش او ده كده اللي هو اي في ناقص اي واحد داش بالنسبه للبالانس ايه باند. فاصبحت اذا الاي جي افكتيف لا تساوي الاي جي، لكن في واقع الامر اصبحت اكبر من الاي جي. تمام. اكبر من الاي جي معناها ان انت تحصل على ويف لينسز اصغر، ممكن ان انت تصغر تحصل على ويف لينسز اصغر من الويف لينس اللي انت كنت تحصل عليها باستخدام نفس الايه نفس الماتيريال. فدي طبعا من الخصائص اللي هي طبعا بتبقى ايه يعني ممكن انها احنا كانجينيرز دايما عايزين ديجريز اوف فريدم عشان نقدر نعمل ديزاين ونوبتمايز البرفورمانس بتاع الايه الديفايسز بتاعتنا. تمام. بس ده كده بالنسبة للتو ده كده اللي احنا محتاجين نعرفه so far، يعني بالنسبة للحالة بتاعت two dimensional system او الكوانتم ايه ويل. في حالة تانية بقى اللي هي هو 2D ده احنا من قبله فين؟
التو دي ده بي... انا بتقابله طول ما الويف لينث، سوري، طول ما الثيكنس بتاعتك. يعني انت بتيجي تعمل الديفايس بتاعك، بيبقى عندك سبستريت. السبستريت دي سي مثلا انت هتعمل جاليوم ارسنايد ليزر، فبيبقى عندك سبستريت بتجيبها من الجاليوم ارسنايد، وبتعمل ديبوزيشن للايرز بحيث ان انت يعني تأسس الليزر بتاعك، الليرز المختلفة في الليزر بتاعك. فلو خليت الاكتيف لاير اللي هي الليزر بيمت منها الضوء، اللي اخترت ال اكس بتاعتها بحيث انها تبقى كومبيرابل لدبليو ويف لينث، او في الـ يعني او في الـ او اقل منه. يعني لو اخترتها بمعنى اصح بالارقام كده، مثلا اخترتها 80 انجستروم، الدبليو ويف لينث زي ما هنشوف بالنسبه للجاليوم ارسنايد عند درجه حراره الغرفه يعني بيبقى حوالي 240 انجستروم. بمعنى ان انت لو عندك الثيكنس بتاعت اللاير دي اللي هي في الاكس اللي احنا مسميناها هنا ال اكس، ال اكس دي كومبيرابل ل 240 250 انجستروم، يبقى معنى كده ان انت هتعمل لك كوانتم ويل، هتعمل لك ديسكريتايزيشن للانرجي ليفلز بالشكل اللي احنا قلناه. يبقى لازم هتشتغل كوانتم ويل. هنا في كوانتم ويلز يعني احد الحاجات التيبيكال مثلا 100 انجستروم، 80 انجستروم، 70، 75 الى اخره. وده طبعا بيحتاج تكنولوجيا عاليه قوي يا جماعه في الديزاين بتاعها. يعني في حاجه اسمها مولوكيولار بيم ايبيتاكسي، دي ايبيتاكسيال ميثودز بحيث انها بتعمل ديبوزيشن لاير اولموست لاير باي لاير. يعني الحاجات دي بس طبعا الكلام ده معروف من زمان عشان تكونوا عارفين، يعني الكلام ده معروف من زمان. واول ما ابتدوا يعملوا الكوانتم ويل ستراكشرز دول تكنولوجيكال يقدروا يعملوا لها فابريكيشن، ابتدوا ان هم بقى يبحثوا في امكانيه ان هم يعملوا ليزرز ويعملوا ديفايسز من كوانتم، واصبح في دومين كامل حتى في الالكترونكس، في الترانزستور. الترانزستور بقى تتعمل في دايمنشن صغيره كلها وهكذا. النانو خدوا بالكم حاجه بتاعت 10، النانو هو عباره عن 10 انجستروم، مظبوط. فانت لو بتتكلم عن مثلا 10 نانو، يعني انت معنى كده ان انت بتتكلم عن 100 انجستروم. فانت يعني بمعنى صح، يعني لو حبيت تسميها كده نانو تكنولوجي، بس يعني الترم بتاع نانو تكنولوجي ظهر بعدين، لكن كان الكلام ده معروف، والكوانتم ويل والكلام ده قبل ما يدخلوا في تظهر الكلام يعني، والهيد لاينز تاخد كلمة نانو تكنولوجي وتتصدر العناوين بعد في الحاجات دي. المهم، فاذا هو ده كان سؤالك، مش كده؟ سؤالك امتى بشتغل الكوانتم ويل ولا ايه؟ ايوه تمام يا دكتور. طيب، فهو الفكره. بس الكوانتم طبعا الكلام ده هيتضح ليكم بعدين، وانا هحاول برضك ان انا الكلام ده يبقى اشرحه لكم في الاخر خالص، بس عشان ما نتعطلش، وزي ناخد طريق فرعي كده وبعدين ارجع للطريق الرئيسي اللي انا ماشي فيه. فخلينا في الطريق الرئيسي اللي انا دلوقتي بجيب الدينيسيو ستيتس للحالات المختلفه. فالحالات المختلفة ان انا دلوقتي فاضل لي بقى الحالة بتاعت ال one dimensional case ده، او one dimensional system. يعني احنا خدنا دلوقتي two dimensional system، ناخد ال one dimensional system. ال one dimensional system دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى ال particle او ال electron free to move only along one direction as a plane wave بالشكل اللي احنا عارفينه. صحيح ممكن يحصل له ريفليكشن، البراج ريفليكشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو عند الباوندريز بتاعت البريلوين زون والكلام ده، بس اتليست بتوين ذا باوندريز اوف ذا بريلوين زون هو بيتحرك كفري ايه؟ كفري الكترون. لكن في الاتجاهين التانيين هو كونفايند، يعني معنى صح عندك كوانتم ويل في الاكس وعندك كوانتم ويل في الايه؟ في الواي. فمعناها ان بدل ما يبقى عندك سلاب زي ما احنا قلنا كده ممتده في الواي، هتبص تلاقيها اصبحت فاينايت بردك في الايه؟ في الواي. الكلام ده بالظبط ليه الانالوجي بتاعه في الويف جايد، يعني السلاب دوت او كوانتم ويل هو بالظبط هو وان دايمنشنال سلاب ويف جايد اللي انتوا درستوه في الالكترو ماجنتكس. هنا بس عندي في الواي بقى عندي ال واي، دي مش ممتده لما لا نهايه، وعندي في الاكس عندي هنا ال اكس، بينما في الزد بقى هو اللي ممتد يعني بشكل كبير. او طبعا مفيش حاجه اسمها ما لا نهايه في الحقيقه يعني، لكن المهم ان الكميه دي ايه؟ كبيره قوي. وطبعا خدوا بالكم برضه كبيره قوي معناها ان انت كل ما قربت من السيرفس كل ما اصبحت الكميه دي مش كبيره. يعني طول ما انت في السنتر هنا بعيد عن الباوندريز، فانت شايف ان في الزد دايركشن بالنسبه لك شايف ان الكريستال اكستندد لما لا نهايه. لكن افرض ان انت اتحركت ناحيه السيرفس، لما تيجي تقرب عن السيرفس خالص هتبتدي تشوف السيرفس افكت بقى،
بيبقى في حاجة اسمها، ودي حاجة برضك مهمة بتأثر معانا في الديفايسز بصفة عامة، اللي هي السيرفيس افكت. لما تقرب قرب السيرفيس مش هتشوف انفينيت كريستال ساعتها، لكن طول ما انت بعيد عن السيرفيس، لو حتى بعيد بواحد سي مثلا 1 مايكرو حتى عن السيرفيس، المسافات ما بين الاتومز اللاتس كونسنت بتاعك في حدود كام؟ حاجات بالانجستروم. فلو انت بعيد 1 مايكرونز، معنى كده ان انت ما بينك وبين السيرفيس، اقسم بقى 1 مايكرونز على 1 انجستروم، ما بينك وبين السيرفيس في 10,000 اتوم موجود. 10,000 اتوم معناها وانت حتى على يعني عمق 1 مايكرومتر من السيرفيس، بالنسبه لك تقريبا انت شايف نفس البالك بروبرتيز بتاعت الكريستال اللي هي انت استنتجتها على اساس الكريستال دي اكستندد لما لا نهايه. لكن لما تيجي تقرب من السيرفيس بقى، تقرب حاجه بالنانو مثلا، زي مثلا 1 نانو، 1 نانو معناها ان انت ابتديت تشوف بس 10 اتوم زي ما بينك وبين السيرفيس. قربت اكتر من كده هتبتدي ان انت يحصل لك ديفيشن من البروبرتيز اللي انت حصلت ايه عليه. المهم الحته دي احنا هنتكلم عنها فيما بعد، بس انت هنا افترض فور سمبلسيتي ان هو ممتد لما لا نهايه عشان نخلص من الايه، من الافكتس دي كلها. فعندك بس كونفاينمنت في ال في الواي وفي الاكس. اذا الاي كي ريليشن هتبقى بنفس الشكل بتاعها الاي سي، والاي سي ده على فكره يا جماعه دايما ممكن تحطوه بتساوي صفر، يعني انت ممكن تاخد البوتنشال انرجي في اي مكان، الاوريجن بتاعك بيساوي صفر في اي مكان. المهم زائد الاي اكس او نسميها، ممكن نسميها هنا اي ان اكس، دي اللي هي الكوانتايز الونج الاكس وبتعتمد على الكوانتم نمبر ان اكس، والاي ان واي زائد اتش بار تربيع كي زد تربيع على توايس ايه، على توايس ان. فاللي هيحصل هنا ان انت عندك ده وان دايمنشنال سيستم، ان ذا سنس ان الالكترون بيتحرك الونج الكي زد وبس، زي ما قلنا احنا قلنا صحيح ديسكريتايزيشن صغير، لكن بالرغم من ديسكريتايزيشن دوت انت تقدر تاخد ديفرنشال اليمنت دي كي زد. تفترض ان الكي زد بتاعتك اختلفت اصبحت كي زد زائد دي كي زد. طبعا لو كي زد ثابته معناها الاي بتاعتك ايه، ثابته، لكن لو اختلفت بالمنظر ده معناها ان الاي اختلفت اصبحت اي زائد دي اي. الكي زد سواء بالموجب او بالسالب لازم تاخد الديفرنشال اليمنتس الاثنين، لان هو ده كده يعتبر المنطقه اللي الانرجي فيها بتختلف من اي لايه، لاي بلس دي اي، لان الانرجي بتعتمد على كي تربيع، كي زد تربيع، فلازم تاخد الديفرنشال اليمنت اللي بالموجب ومعاه الديفرنشال اليمنت اللي بالايه، بالسالب. وهتبتدي ان انت تشوف النمبر اوف ستيتس بنفس الطريقه برضك اللي احنا شفناها قبل كده. النمبر اوف ستيتس يعني ان ذا رينج، في الرينج اللي هو من اي الى اي زائد دي اي، ده دايما الرقم اللي احنا بنجيبه، اللي هو حط على طول الاثنين اللي هي اكاونتنج فور سبين، وبعدين عندي الديفرنشال اليمنتس الويتس بتاعها في واقع الامر 2 دي كي زد، واحده بالموجب والثانيه بالايه، بالسالب، مقسومه على اللينس بتاع السنجل ستيت بقى، لان عندك هنا ستيتس الونج الكي زد، فانت بتتكلم عن لينس وليست اريا. في 3 دايمنشن كنت بتتكلم عن فوليوم، في 2 دايمنشن بتتكلم عن اريا، في 1 دايمنشن بتتكلم عن ايه، عن لينس. فده كده 2 باي مقسومه على ال زد، تمام. ف دوت الرقم دوت هيساوي ال S C of E في D E في L Z في L X في L Y. وده خد بالك انت بتجيب number of states at a certain value of N X N Y، يعني تحط N X مثلا بواحد و N Y بواحد، عند الواحد واحد دوت انت بتجيب النمبر اوف ستيتس، ده 1 2 1 3 3 5 الى اخره، بيجيب النمبر اوف ستيتس. في النهايه لازم طبعا هتجمع الستيتس دي كلها على بعضها، فمن هنا هيجي لك الـ طبعا ال زد دي هتبص تلاقيها كنسلت مع ال زد دي، وهيجي لك والاثنين دي من مره يعني كنسل مع الاثنين دي، ادي اس سي اوف اي هيساوي توايس 2 على باي في 1 على ال اكس ال واي في 1 على دي اي باي دي كي زد. نفس الشيء يعني انتوا شايفين عمليه سيستماتيك تماما، يعني
فدي حاجة خد بالكم مطلوب مفروض ان انتوا تعرفوها، يعني لان ممكن تثبتها مثلا سواء في مسألة في امتحان الى اخره. دي اي باي دي كي زد، هتبص تلاقي نفس برضك الكلام اللي هو اتش بار تربيع على الام في كي زد. فاذا اس سي اوف اي هيساوي 2 على باي ال اكس ال واي، في برضك هنا ام على اتش بار تربيع، في 1 على كي زد. والكي زد دي بقى هتشيلها وتحط مكانها الجذر التربيعي لاتنين ام على اتش بار تربيع، وافتح قوس اي ناقص اي ان اكس ناقص اي ان واي. بس ده كده شكل الدينستي اوف ستيتس في هذه الحاله. فيطلع لك احنا كده تمام، اتنين وهنا جذر اتنين، فيطلع لك هنا طبعا ال H بار دي هتطلع فوق هيتبقى لك هنا، والجذر اتنين دي هتبقى لك هنا جذر اتنين، وهنا M وهنا باي وهنا H بار و L X L Y في 1 على الجذر التربيعي ل E ناقص E N X ناقص E N Y. تمام، خلينا نتأكد بس من النتيجة دي. تمام، دي كده مظبوطة باي اتش بار ناقص، وطبعا ناقص اي سي، بس هنا ناقص انا ما طرحتش اي سي، هنا ناقص الاي ناقص الاي سي. خلاص، فدي لو رسمتها هترسمها ازاي بقى؟ هتبص تلاقي نفسك ادي الانرجي عند كل سيلكشن من الان اكس دكتور الان، معلش هو مش المفروض تبقى روت الماس؟ مش المفروض تبقى ايه؟ اه الجذر، صح جذر الماس، انا رجعتها بس انا بصيت على الحاجات التانية، لكن في عندي هنا صح، عندي هنا جذر وعندي هنا جذر، هدينا هنا جذر بالظبط. شكرا. تمام، اللي هيحصل ان انت هتبص تلاقي عندك لكل واحدة من دول، لكل سيلكشن من ان اكس ان واي، هتبص تلاقي في البداية خالص عندك سنجولاريتي موجودة، يعني في النقطة دي كده سنجولاريتي، وتبتدي انها تقل مع الانرجي بالشكل ده، واحد على الجذر يعني، لكنها بتقل مع واحد على جذر اي. تمام، هيجي لك السيلكشن الثاني من ان اكس، يعني ده مثلا واحد واحد، ده سي مثلا واحد اتنين، فتبص تلاقي دوت جالك بالايه، بالمنظر دوت كده وهكذا. الصاب بند اللي بعديه جالك بالمنظر ده وهكذا. هتبتدي بقى ان انت تاخد ال لما تعدي الانرجي بتاع ثلاثة صاب بندز مثلا، هتجمع الايه، هتجمع الستيتس بتاعتهم دي، مثلا هتوصل بالشكل ده كده، فهتمشي كده وبعدين هتمشي كده وهكذا. الكلام ده موجود ومرسوم، يعني يمكن انا مش راسمه هنا يعني طبعا كويس قوي، بس هتلاقوا الرسمه اللي هي مرسومه هتلاقوها في كتاب بهاء صالح اللي هو احنا حاطينه للدكتور ده. الدكتور ضياء وزع عليكم الهاند اوتس مش كده ولا؟ هو قال لنا الاسماء بس، ما قالش ما فيش هاند اوت، انا هحاول انا اطلعها يعني انتوا عشان بس تكونوا عارفين الريفرنس بوك ده هتلاقوه موجود في كتاب بهاء صالح الرسومات ديت، سواء في الكوانتم ويل او في او في الحاله بتاعت البالك، او في ده بيسموه بقى يا جماعه كوانتم واير، ده كده بيسموه كوانتم واير. خلونا نرجع هنا، ان دايمنشنال سيستم ده بيسموه كوانتم واير، زي ما في كوانتم ويل ليزر في برضه كوانتم واير ليزر، وفي بقى اخر حاجه اللي هو زيرو دايمنشنال سيستم ان صح التعبير، ده بيسموه كوانتم دوت ليزر، او اللي احنا بنعمله طبعا منه بنسميه كوانتم دوت ليزر. فهنا زيرو دايمنشنال سيستم،
zero dimensional in the sense ان انت ما عندكش اي freedom to move in any direction. انت الالكترون is confined in the three directions في الx وفي الy وفي الz. فعندك اكن quantum box بقى. تاني quantum wire اللي قبليه كان quantum well ودوت quantum box. فا along الz دي في الرينج بتاع اقل من لامدا دي او يعني comparable لامدا دي وهكذا. ونفس الشيء along الx ونفس الشيء along الy. ده بيسموه ساعات artificial atom. انها ليها discrete states زي ما الالكترون ليه discrete states جوه الاتوم. فهنا عندك كما كنت عملت الارتفيشال اتوم دي في الحاله دي الاي عندك طبعا بتساوي الاي سي زائد اي ان اكس اللي هي discretization في الاكس دايركشن والاي ان واي نتيجه discretization في الواي والاي ان زد نتيجه discretization بيحصل في الايه في الزد. في الحاله دي الدنسي ستيتس بتاعتك هتبقى عباره عن في واقع الامر دلتا فانكشنز لان عندك ديسكريت ليفلز فما عندكش اي يعني دول عباره عن دلتا فانكشنز مباشره كده. فلو ادي الاس اوف اي يعني وادي الانرجي عند كل كولكشن بقى من الان اكس والان واي والان زد هتبص تلاقي عندك دلتا فانكشن بهذا الشكل. يعني الالكترون فقط كان ممكن يبقى له فقط انرجي ليفلز محدده فقط وبس ما فيش باند هنا في الحاله دي ديسكريت انرجي ليفلز زي الاتوم تمام. طبعا الكلام ده بيبقى له تاثير يا جماعه على اللاين ويتس بتاع الليزر نفسه لان الليزر بيعتمد في الاميشن بتاعه زي ما هنشوف على انتقال الالكترونز من الكوندكشن باند للفالنس باند اللي هي عمليه الريكومباينيشن انتوا عارفينها بس 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 طبعا ما تبقاش بالظبط يعني زيها. ريكومباينيشن بينتج عنه ضوء بنسميه سبونتينيوس اميشن اللي هو عباره عن زي النويز كده لكن احنا عايزين حاجه اسمها ستيميوليتد اميشن بس في الاخر هو عمليه انتقال من الكوندكشن باند للفالنس ايه باند. فلو عندي ديسكريت ليفلز بينتقل ما بينها معنى كده الويف لينث اللي هيطلع لي ده هيبقى شارب ويف لينث هيبقى مونوكروماتيك سورس اوف لايت زي ما احنا عايزينه. احنا عايزين ان هو ما يطلق عليه كوهيرنت سورس يعني ضوء يعني بيحاكي المونوكروماتيك لايت زي الكارير احنا عايزينه بالنسبه للمهندسين كوميونيكيشن. يعني انا عايز ان انا اعمل اوبتيكال كارير فاوبتيكال كارير معناها ان انا عايز زي فانكشن جنريتور كده بتستخدمه في المعمل بتدوس على الساين فبيطلع لك ساين ويف ليها تردد اللي انت عايزه. الساين ويف ديت مفروض ما فيهاش فيز نويز مفروض يعني في الايدل كيس ما فيش اي فيز نويز الفيز بتاعها ثابت الفريكوانسي بتاعتها ثابته وانت بتتحكم في الامبليتيود زي ما انت عايز اذا تثبت امبليتيود ومثبت الفيز ومثبت الايه الفريكوانسي. تقدر تعملها بعد كده موديليشن فريكوانسي موديليشن امبليتيود الى اخره فيز موديليشن زي ما انت عايز لانها تعتبر بالتعبير بتاع الاوبتكس كوهيرنت. كوهيرنت معناها ليها يعني ايه ساينوسويدال مونوكروماتيك. لكن الضوء طبعا بيبقى فيه جزء منه كوهيرنت وجزء منه لو انت فتحت اللمبه اللي عندك في البيت يعني اللي احنا في اللمض الاضاءه دي كلها طبعا بتطلع نان كوهيرنت ايه لايت. ولو هو كوهيرنت لايت كان ممكن تحط لمبتين تلاقي النور يعني تبص تلاقي الدنيا بقت ضلمه. لو هو كوهيرنت لايت في بعض الاماكن لو انه ممكن يحصل ما بينهم ديستركتيف انترفيرنس في نقط وانستركتيف انترفيرنس في نقط ثانيه لو هم كوهيرنت. فكويس ان هم مش كوهيرنت يعني بحيث ان انت ما تحط لمبتين بتزود الضوء. المهم وبالتالي مهم هنا احنا نعرف الستيتس متوزعه ازاي. ده انا عايز اوصل له الكوانتم بوكس متوقع ان الضوء اللي طالع منه لو انا بستخدمه في الليزر يبقى الضوء بتاعي مونوكروماتيك اكتر يبقى كوهيرنت ايه اكتر من الحاله بتاعه الكوانتم واير والكوانتم واير يبقى احسن من الحاله بتاعه الكوانتم ويل والكوانتم ويل يبقى احسن من الحاله بتاعه البلك ليزر. طيب احنا كده وصلنا للجزء دوت. انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله بالنسبه للدينسي اوف ستيتس ودي حاجه مهمه. فانا بذكركم بس اللي احنا عملناه احنا ابتدينا بالايكي دياجرام والايكي دياجرام زي ما انتم شايفين كان مهم بالنسبه لنا على مستويين اتنين مستوى كونسبشوال
ان انت تعرف الانرجي والمومنتم، لان بعد كده دول الحاجتين اللي هيتحكموا في السكاترنج اللي بيحصل. والمستوى الثاني كوانتيتيف، او يعني اللي هو ان انت لاحظته ان احنا في كل حسابات الدينيس اوسيس بتاعتنا كانت بتعتمد على ان انت تجيب المشتقه بتاعه دي اي باي دي كي، سواء دي كي اللي كلها في حاله الثري دايمنشنال سيستم، او دي كي بارل فقط في حاله الكوانتم ويل، او دي كي زد في حاله الايه الكوانتم واير. في الكوانتم بوكس ما تحتاجش تعمل حاجه، هو على طول دلتا فانكشن وانتهى. وانس ان احنا خلصنا الكلام ده، وطبعا الاهميه بقى الدينستي اوف ستيت وعلاقتها بالدينستي اوف فوتونز اللي هتطلع من الليزر نفسه هتبان لنا بعد كده، في علاقه مباشره ما بينهم وبين بعض، فعشان كده بنستنتجها بحيث ان انا لما ادي لك بعد كده الكوانتم ويل ليزر تكون انت اوريدي واخد الكوانتم الدينستي اوف ستيت بتاعت الكوانتم ويل ليزر. ما عنديش وقت طبعا ادخل معاك لا في كوانتم واير ولا في الكوانتم دوت، دي حاجات بس هتبقى حاجات كونسبشوال مش اكتر من كده. النكست ستيب بقى ان احنا عايزين نشوف الاكسايتيشن بتاع الليفلز دي، اللي احنا وانا هنا بستخدم التعبير نفسه اللي استخدمته في كورس التموجات لما جينا نقول ان احنا جبنا المودز اهي يا جماعه، طب دلوقتي عايزين نشوف هل معنى ان في ويب جايد بيسبورت 10 مودز ان كلهم موجودين؟ لا، مش معناها كلهم موجودين. هنا برضك لو عندي كوانتم ويل في 10 ستيتس، هل كلهم فيهم الكترونز؟ لا، مش شرط يبقى كلهم فيهم الكترونز. وطبعا مع الاختلاف ان الضوء هنا اللي في الويب جايدز وكده انت بتجيب ضوء خارجي وبتعمل اكسايتيشن للايه للضوء، لكن هنا الاكسايتيشن بيبلت ان فروم انسايد ذا ماتيريال نفسه، لان الالكترونز موجوده جوه الماده، انت مش هتجيبها من بره وتدخلها زي ما احنا كنا بنجيب ضوء ونعمل لونشنج ونعمل بريزم كابلنج وكلام من ده عشان ادخل ضوء من الخارج داخل الايه الماده، لا، ده الالكترونات موجوده داخل الاتومز اللي في الماده، واوريدي نتيجه التمبريتشر بقى، ودي نقطه مهمه جدا، ان التمبريتشر هي اللي بتخرج الالكترونز، بتخرجها من المذر اتومز بتاعتها، الالكترونز بتبقى موجوده في يعني موجوده مرتبطه بالاتومز بتاعتها زي امهاتها كده، او زي البيوت الموجوده في لكن ما فيش حد بيخرج الشارع. لكن وانس ان تيجي التمبريتشر تبقى ديفرنت فروم زيرو كلفن، يبتدي الالكترونز تسيب المذر اتومز دي، او الناس تخرج من البيوت بتاعتها وتمشي في الشارع. الشارع ده بقى هو الكومن للكريستال كلها، هو ده اللي بيمثل لي الكوندكشن باند بتاعي. فهنا طبعا الجزئيه ديت بتبقى زي ما اقول اساسا ثيرمال، وهي الثيرمال فيزيكس اللي بتتحكم في التوزيع بتاع الالكترونز داخل الايه، والثيرمال فيزيكس بتتحكم توزيعها من خلال ما يطلق عليه طبعا الحاجه اللي انتم عارفينها الفيرمي دراك ديستريبيوشن، ده في حاله الالكترونات، او البوز اينشتاين في حاله الايه الفوتونز. انا عموما وقت المحاضره انا اعتقد احنا دلوقتي كام 11:58، فخلينا ان انا دلوقتي هبتدي بقى في الفيرمي دراك ديستريبيوشن، هنبتدي ندخل في تفاصيل اخرى، فما اعتقدش ان انا عندي وقت ليها، فاذا كان عندكم اسئله يستحسن ان انا اسمعها في اخر دقيقتين يعني. انتوا معايا يا جماعه؟ هو فاضل دقيقتين ولا فاضل 5 دقايق؟ تقريبا فاضل 5 دقايق تقريبا نكتب عنوان جديد. لا يا دكتور، يا دكتور دقيقتين كفايه كده. طيب خلاص ماشي، يلا نكمل المره الجايه ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.